مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، ودايما منورني ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. الحمد لله خلاص قعدنا نقول خلاص الدوري خدناه، والحمد لله كل الماتشات اللي احنا حابين نكسبها كسبناها الحمد لله. برضو مش عايزين نقعد نتكلم كتير، وفرحتنا احنا كجمهور مستمره، لكن فرحه نادي الاهلي كلعيبه اعتقد ان هي هتفضل كمان يومين وخلاص هنبدا الاستعداد لبطل جنوب السودان، فريق اطلع بره ان شاء الله. احنا اللي هنقول له اطلع بره، لكن اسمه يعني كوميدي شويه، لكن ان شاء الله ان شاء الله دايما الاهلي عنده حسن ظننا، زي ما بنتكلم وزي ما بنقول عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبتنا وفرقتنا في كل حاجه. ان شاء الله تبقى البطوله الافريقيه المطلب الكبير نادي الاهلي ان شاء الله تكون من نصيبنا السنه دي بالتعب والجهد والاصرار وكل حاجه. خلاص دوري وخدناه، منافسين الحمد لله كسبناهم الحمد لله باصرارنا وروحنا ولعبتنا وقتلنا وكل حاجه ممكن تتخيلوها، وصفقاتنا الحمد لله بنحسمها بشكل كبير. افريقيا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان هي راحت مننا الاسباب، واسباب حضراتكم عرفتوا يعني هي الاسباب. كنا بنتكلم ايام ما كنا بنخسر ماتشات او ايام ما كنا بنطلع من البطوله، لكن كنت حضراتكم بتقولوا يعني ما فيش اسباب، لكن اعتقد ان انتوا عرفتوا الاسباب الحقيقيه بعد كده، وكانت اسباب فعلا مؤثره علينا. لكن احنا كاهلي عمرنا ما بنعلق خسائرنا على شماعات ايا كانت، احنا دايما بنواجه ودايما بنتكلم الكلام الصح والكلام الموضوعي جدا جدا. عمرنا ما بنعلق اي خسائر، بنعلق شماعات وبنقول اصل كانت بسبب اصل كانت، احنا بنقول بس كانت في حاجات بتؤثر علينا. لكن في الاول وفي الاخر احنا كنادي اهلي ان شاء الله طريقنا واحد وهو معروف، طريق الانتصارات، وباذن الله باذن الله باذن الله بتعبنا واصرارنا ومجهودنا والصفقات اللي جبناها ان شاء الله يكون افريقيا باذن الله، او تكون افريقيا باذن الله من نصيبنا السنه دي. عندنا خلاص ان شاء الله يوم 11 اغسطس مباراه اطلع بره، مباراه بطل جنوب السودان. الاهلي خلاص هيرجع لتدريبات يوم الجمعه اللي جاي. قلت لكم احنا احتفالاتنا كجمهور بالدوري ال41، واتكلمنا عن دوري ال41 وقلنا ان هو كان دوري استثنائي جدا بالنسبه للنادي الاهلي فقط لا غير، لكن اعتقد لكل الناس كان دوري عادي. النادي الاهلي كان اتعرض، مش عايز اقعد اتكلم كتير، لكن انا بقول لكم اللي طلعنا بيه السنه دي، طلعنا بالدوري العام في وسط الضغوط اللي احنا كنا فيها، ضغوط كبيره جدا 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 جدا، حط جدا دي زي ما انت عايز تقول قول، وخدنا الدوري. طلعنا بشكلنا، طلعنا بأدبنا، طلعنا بثقافتنا المعتادة كنادي أهلي وبإدارة النادي الأهلي الكبيرة اللي دايما بنأمل فيها كل خير ودايما بتكون عند حسن ظننا، إدارتنا الكبيرة جدا اللي اتحملت كتير جدا. مش عايز أقعد برضه أتكلم عشان الناس ساعات بتفهم الكلام غلط، لكن الحمد لله طلعنا احنا الصح في الاخر، عشان احنا دايما بنتعامل بما يرضي الله ودايما بنتعامل زي ما قال ربنا، عشان كده ربنا بينصرنا على اي حد. تحديات كتير جدا قابلناها، لكن الحمد لله خرجنا باللي احنا عايزينه واكتر كمان، وكل فضل من عند ربنا. خرجنا بجمهورنا اللي دايما ورانا في الحلوه وفي المره، عمرنا ما هننسى الموقف لما كنا خسرين 5-0 وشفنا الجمهور مالي برج العرب وبيشجع نادي الاهلي ازاي، حتى بعد ما خرجنا من البطوله شفتوا التشجيع كان ازاي، وحاجه كانت تدعو للفخر انك عندك جمهور زي جمهور النادي الاهلي. خرجنا بلاعبتنا الرجاله جدا اللي استحملوا ضغوطات كبيره جدا عليهم من كل الاتجاهات، وكانت في اغراءات كبيره جدا على اي حد. الحمد لله اللعيبه طلعت رجاله زي ما احنا متوقعين، وانا كنت دايما ضد اي حد يقول عن لعيبه النادي الاهلي اي شيء سلبي، وافضل لغايه يعني اخر يوم في عمري ادافع عن لعيبه النادي الاهلي، يعني عشان انا عارف يعني ايه لعيب نادي اهلي، يعني ايه ضغوطات عليه، يعني ايه اصرار، يعني ايه كفاح، يعني ايه هو عايز يكسر اي حاجه علشان يرضي ربنا ويرضي جماهير النادي الاهلي في الاول وفي الاخر. ممكن نتعرض لوقعه بسيطه، ممكن نتعرض لضغوطات، ممكن نتعرض لعوامل خارجيه، لكن دايما احنا بنقول لا، لعيبه النادي الاهلي رجاله، ما ينفعش نقول ان هم بنعلق على شماعات زي ما قلت لحضراتكم، لكن ما ينفعش اقول برضو ان لعيبه الاهلي ما ينفعوش يلبسوا تيشيرت الاهلي أو أو, او 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 كل الكلام السلبي اللي احنا سمعناه قبل كده. عشان كده دايما بنراهن عليهم وهم بيكسبوا الرهان في الاخر، حتى لو طلعنا من بطوله، لكن ان شاء الله ترجع لنا تاني وبسرعه جدا. يعني اعتقد ان في حاجات ايجابيه كتيره جدا خرجنا بيها السنه دي، وربنا كرمنا وجمهورنا الحمد لله بقى مبسوط قوي قوي بفرقته، مبسوط بالدوري العام ال41 ما شاء الله ما شاء الله بينك وبين اقرب منافسيك 29 سنه 29 بطوله. خلينا نتكلم في اللي جاي. خلاص صفحه وقفلناها كالعاده بشكلنا احنا النادي الاهلي، خلاص الحمد لله الحمد لله متعودين ان احنا لما ناخد بطوله خلاص بنقفل الصفحه وبنفكر في البطوله اللي جايه ايا كان الدوري بقى كاس، لسه طبعا الكاس ان شاء الله مش عارفين هنلعب او هنعمل ايه حسب بقى ما نشوف الجدول اللي هينزل. بنفكر في البطوله الافريقيه اللي هم جمهور النادي الاهلي، عايزين نروح كاس عالم الانديه تاني، عايزين نحقق مراكز اكبر، عندنا طموحات كتيره جدا ان شاء الله نحققها
باللعيبه والصفقات اللي اضيفت ليها. متولي لاعب النادي الاسماعيلي اللي اصبح لاعب النادي الاهلي، اعتقد صفقه من العيار الثقيل هتفيد النادي الاهلي. كمان متولي فرحان جدا وقال ان هو حلم حياته. مينا متولي مش حلم حياته ان هو يدخل النادي الاهلي بكل تاريخ النادي الاهلي وبطولاته، وشفنا متولي هو بيصور او بيتصور مع بطولات النادي الاهلي في دولاب النادي الاهلي، حاجه تدعو للفخر الشديد. محمود متولي اسف. محمد محمود خلاص بيرجع للتدريبات مره تانية. محمد محمود كمان لعيب تقيل قوي ان شاء الله عليه، يعني لعب ماتش او ماتشين مع النادي الاهلي واتصاب اصابه كبيره جدا رباط صليبي. محمد محمود هيبقى اضافه كبيره قوي كمان في النادي الاهلي مع محمود متولي. تدعيمات بيدعم بيها النادي الاهلي، لكن احنا مفهومنا مختلف وحضراتكم عارفين يعني ايه مفهومنا مختلف. بنحتاج اللعيب في المركز اللي احنا عايزينه فبنجيبه، مش عايزين يحصل عندنا تخم في مراكز، مش عايزين يحصل عندنا احنا نجيب 500,000 لعيب واحنا مش هنستفيد بيهم وبعد كده نبيعهم ونخسر فيهم. النادي الاهلي بيفكر فعليا في المراكز اللي ناقصاه، بيفكر فعليا في اللعيبه اللي هتفيد النادي الاهلي، بيفكر فعليا ودي اهم حاجه في اللعيب اللي عايز النادي الاهلي بجد. اعتقد ان دي حاجه كبيره قوي ان انت تدور على لعيب هو عايزك. لعيب مهما تديله فلوس الدنيا يقول لك لا انا عايز النادي الاهلي، مهما يتعرض عليه اغراءات الكون كله يقول لك لا انا عايز النادي الاهلي، النادي الاهلي عندي بالدنيا كلها. وشفنا اكبر يعني شفنا امثله كتيره جدا، لكن اخر مثال كان حسين الشحات، اللعيب اللي احنا اشتريناه واللعيب اللي كانت الناس بتقول عليه فلوسه كتير جدا. حسين الشحات ربنا اداله في الاخر لانه هو يستاهل كده، لانه هو ضحى بحاجات كتير قوي عشان النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعتقد برضه دفع فيه فلوس عشان عارف مين حسين الشحات وعارف ان هو قد ايه مخلص للنادي الاهلي وقد ايه هو محب وعاشق للنادي الاهلي. عشان كده ربنا اداله هدفين من احسن ما يكون، اهدى بيهم الدوري العام للنادي الاهلي مع بقيه الرجاله طبعا. لكن دي قيمه اللعيب اللي هو بيموت عليك، دي قيمه اللعيب اللي هو عارف يعني ايه النادي الاهلي، قيمة اللعيب اللي هو عارف يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي. مش فلوس اجري وراها هنا واجري وراها هناك، لا انا عايز تيشيرت النادي الاهلي ولو هاخد حتى اي حاجه انا موافق عليها جدا جدا، لكن تيشيرت النادي الاهلي البسه هو ده عندي بملايين الدنيا كلها. وهي دي اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في النادي الاهلي. شفنا رمضان صبحي، يعني شفنا رمضان صبحي كمان هو بيتكلم في احد اللقاءات الصحفيه بيتكلم عن رجوعه هيرجع ولا لا. قال يا جماعه انا في النادي الاهلي مبسوط جدا بالنادي الاهلي، مش بفكر في اي حاجه دلوقتي غير النادي الاهلي. عشان كده كمان رمضان صبحي بتشوفوا اداؤه عامل ازاي، ما شاء الله عليه، ان شاء الله كمان السنه الجايه او في فتره الاعاره الجايه ان شاء الله يكون ليه دور كبير جدا في البطوله الافريقيه كمان. تعالوا نشوف زميلي العزيز عمر البنوبي معايا على التليفون عشان يقول لنا على اخر مستجدات موقعة الترجي. مساء الفل يا عمور. مساء الفل يا كابتن ميدو. يعني الحقيقه النهارده كان في مستجدات كتير في ملف نهائي دوري ابطال افريقيا. شفنا الحكم بتاع المحكمه الرياضيه الدوليه النهارده بانه لغى قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي باعاده مباراه الاياب على ارض محايده وسحب اللقب من الترجي. يمكن نادي الترجي التونسي استغل ده مباشره وطلب او اعلن انه متوج بالبطوله حتى الان، لكن الحقيقه هو منطوق القرار بتاع المحكمه الرياضيه الدوليه انه الامر بيعاد الى اللجان المختصه جوه الاتحاد الافريقي لكره القدم، وده معناه انه الملف كله بيحال للجنه الانضباط اللي هي رئيسها الجنوب افريقي ريمون هاك. تمام عمر، خلينا ناخد واحده واحده عشان ندخل الناس معانا. هو الترجي كان رفع للمحكمه الرياضيه المختصه ان هو بطل افريقيا بالظبط، والوداد نفس الكلام على فكره، والوداد انه يتم اعتباره بطل نهائي دوري ابطال افريقيا ويتوج بالبطوله. تمام. المحكمه الرياضيه ردت بانه الملف تمت ادارته بشكل خاطئ وانه لا يحق للمكتب التنفيذي للكاف ان هو يتخذ قرار باعاده المباراه او تغيير نتيجتها. وبالتالي كان قرار المحكمه النهارده انه يحال الملف للجنه المختصه جوه الاتحاد الافريقي لكره القدم تحت اشراف او تحت نظر المحكمه الرياضيه الدوليه. انه المحكمه الرياضيه الدوليه هتتابع كل الخطوات اللي هتتم الفتره اللي جايه. تمام. يمكن اتكلمت كمان مع ريمون هاك النهارده وتصريحاته نشرتها على بوابه اخبار اليوم.
هتعمل ايه في الملف ده؟ فهو قال لي انا منتظر احاله الملف للجنه الانضباط، ووقت ما يحال الملف للجنه الانضباط هيتم اتخاذ قرار فيه، سواء بقى قرار باعاده المباراه او بتتويج الترجي او بتتويج الوداد، كل الخيارات متاحه قدام لجنه الانضباط لما تدرس الملف بمجرد ما يتحول لها. تمام. يعني هي قالت ان الملف ادير بشكل خاطئ. بالضبط، لانه مش من حق اللجنه التنفيذيه او لجنه الطوارئ اللي عقدت في باريس يوم 7/6 اللي فات او يوم 8/6 اللي فات تحديدا، ان هي تاخد قرار بانه الغيت النتيجه وان هنعيد مباراه الاياب في ملعب محايد، لكن واضح ان في ضغوط من الطرفين سواء من الترجي او من الوداد. يعني طب مين من حقه ياخد القرار يا عمر؟ مين من حقه ياخد القرار؟ من حقه ياخد القرار ان بتحال الازمه اللي حصلت في المباراه للجنه الانضباط. تمام. لجنه الانضباط هي اللي بتاخد القرار سواء انها هتعتمد نتيجه المباراه على اللي حصل ده كله، او انها تقول لا المباراه حصل فيها اخطاء تستوجب ان المباراه تعاد. تمام. وانت شايف الموضوع هيمشي في اي اتجاه؟ حتى الان الامور مش واضحه، لان الضغوط من ناحيه الترجي التونسي عن طريق عضو المكتب التنفيذي طارق بوشناوي، وفي الناحيه الثانيه ضغوط من الوداد البيضاوي المغربي على الكاف عن طريق النائب اللي اصبح يعني نائب اول دلوقتي فوزي لقشع رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم شديده، وبالتالي هي معركه ما بين طارق بوشناوي وما بين فوزي لقشع، واللي فيهم اقوى جوه الكاف هو اللي هيقدر يحسم القرار لصالح فريقه، او على الاقل يكون القرار باعاده المباراه الاياب في ارض محايده اللي هو نفس القرار اللي كانت خدته اللجنه التنفيذيه. لكن في النهايه ريمون هاتس رئيس لجنه الانضباط يحق له ان هو ياخد القرار اصلا منفرد كرئيس لجنه الانضباط، واللائحه بتدي له ده. فهل ده هيتم؟ هل هيحصل اجتماع للمكتب التنفيذي وبعد كده يحيل الملف للجنه الانضباط ولجنه الانضباط تجتمع بكامل هيئتها علشان تاخد قرار في الملف؟ كل ده هنشوفه خلال ال 48 ساعه اللي جايه، لانه في ازمه. مين هيبقى بطل افريقيا؟ بالزبط. مين هيلعب السوبر الافريقي؟ مين هيلعب كاس العالم للانديه؟ بالظبط. فطبعا الملف ده لابد انه يحسم وبشكل عاجل. والمفروض ان هو يحسم في خلال 48 ساعه ولا ممكن يطول اكتر من كده؟ لا، ما اعتقدش انه هيطول اكتر من كده، يعني اعتقد ان الاجراءات هتمشي بسرعه، لانه الاتحاد الافريقي هيكون اتورط اذا لم يحدث وانه حتى مين هو بطل دوري ابطال افريقيا المشارك في كاس العالم للانديه، هتبقى مشكله. شكل الاتحاد الافريقي قدام العالم هيكون شكله ايه؟ تمام. يعني معلومه لجنه الانضباط دي ان هي بتاخد قرار باعاده المباراه او لا، انا متهيألي المعلومه دي كانت جديده بالنسبه لي انا. والله يعني هو ريمون هاك قبل كده اخد قرارات بشكل منفرد بدون اجتماع اللجنه، يعني لو افتكرنا رجعنا لورا شويه. بالظبط، ما بتكلم في كده. الاسماعيلي استبعد من دوري ابطال افريقيا. رجوع الاسماعيلي كان قرار من ريمون هاك بدون اجتماع للجنه، لاني سالت وقتها احد اعضاء لجنه الانضباط وقال لي اللجنه ما اجتمعتش، القرار خرج من ريمون هاك. عشان كده انا مستغرب. بالظبط. وعلى فكره كمان يا كابتن ميدو، في معلومه ودي برضو كنا اتكلمنا فيها قبل كده، ريمون هاك نفسه معترض على تضارب الاختصاصات داخل الكاف، واعلن في حوار في جنوب افريقيا انه شايف ان لجنه المسابقات اللي كان بيرأسها طارق بوشناوي وما زال تمام بتاخد قرارات هي من اختصاص لجنه الانضباط، وده تحديدا في ازمه نادي الاسماعيلي. تمام. وقال انه هيطالب بتعديل اللائحه وانه كل القرارات اللي زي دي ترجع للجنه الانضباط وليس لجنه المسابقات. تمام. فبالتالي لا، الاتحاد الافريقي عليه شويه علامات استفهام محتاج يوضحها للراي العام. والله احنا نفسنا يا عمر، احنا بنقول كده من زمان، يعني في قرارات زي ما انت بتقول متضاربه جدا طلعت من الاتحاد الافريقي، لا عارفين مين اللي بياخدها ولا عارفين مين المسؤول عنها، وبعد كده بتتغير تاني، وبعد كده يدخل يقول لك لجنه انضباط، لا مش عارف نعمل ايه. يا رب يصلح الاحوال. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز عمر البنوبي. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا قبل الفاصل بنكلم زميلنا العزيز الناقد الرياضي بوابة اخبار اليوم عمر البنوبي، كنا بنتكلم عن موقع طرابلس اللي كان الترجي والوداد طرفي هذه المباراه، والترجي بعد ما او ما كانت تقنيه الفار مش موجوده الوداد انسحب من هذه المباراه. اكيد حضراتكم فاكرين كل هذه التفاصيل اللي كانت يوم 31 مايو.
اعتقد بعد قرار الغاء اعاده المباراه من المحكمه الرياضيه اللي خلاص رمت الكوره في ملعب الاتحاد الافريقي ان هو يتصرف في هذه الموقعه او ياخد قراره، يعني حاجات غريبه بتحصل بصراحه واحنا مش فاهمينها كمشاهدين، لكن اعتقد في خلال الايام القليله المقبله ان شاء الله هيبان هل هتعاد ولا هيتوج الترجي بطلا لافريقيا. كاس وشربنا منه كلنا موضوع التحكيم، لكن يعني قلت لكم قبل كده الموضوع التحكيم فيه حاجة مريبة جدا. نفسنا بقى نفسنا كل واحد ياخد حقه، حتى الفار ما كانش شغال، حاجة غريبة جدا. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ بعد قليل ان شاء الله هيكون اعلن قائمه الفريق الافريقي، عارفين كلنا ان القيد هيتقفل قبل منتصف الليل النهارده، عشان كده لازم كابتن سيد عبد الحفيظ يعلن قائمه الفريق الافريقيه باذن الله قبل منتصف الليل، عارفين الموضوع لازم ان شاء الله باذن الله بتوفيق ربنا باصرارنا بكفاحنا بقدرتنا بلعبتنا باللعيبه الجديده اللي جت ان شاء الله تكون افريقيا من نصيبنا باذن الله. تحتاج شويه تعب، تحتاج شويه اصرار، تحتاج حاجات كتير. الكره الافريقيه اتطورت بشكل كبير، لكن الاهلي هيبقى اهلي وان شاء الله يكون اسد افريقيا كالعاده. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام او ضيفي الكبير كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي، هنتكلم معاه في كل المستجدات اللي هتحصل وكل اللي حصل من احداث الرياضيه. اهلا بحضراتكم من جديد الكابتن الكبير النجم الكبير كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا يا كابتن. اهلا بيك. وحشني جدا انا شخصيا يعني. ربنا انت وحشني كتير والحمد لله متالق وربنا يسعدك ويوفقك وحاجه جميله جدا. ربنا يخليك. انا مبسوط جدا معاك النهارده. ربنا يخليك، ده انا بتشرف بيك دايما. الله يخليك يا حبيبي. سامع ان انت خسرت ماتش امبارح خماسي. للاسف. وجاي جاي جاي مزعلان. بس بفكر اجيب حكام من بره عشان يبقى العدل كله. بس خلي بالك الاسبوع اللي فات كله بكسبه، بس برضه وحش كابتن ربيع برضه يخسر ماتش. ما هو في واحد جه متاخر فرق في الاختيار، كانش متقسم، فاللي جه ده كان ميزانه تقيل، لعيب تقيل، فوزن الدنيا الناحيه الثانيه. وانا ما رضيتش اعطل بها الصفقه يعني، انا برضه نلعب وبتاع بس قلت يعني بهزيمه يعني مفيش مش بس انا مصدق الحمد لله لان انا الاهلي وهم ال طبعا انا الاهلي يعني. ما تعملش صفقات تجيب لعيبه جديده؟ بنعمل 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 بس الظروف الماديه اليومين دول وقع شويه. فلما ان شاء الله نشوف بقى سبونسر ولا حاجه يجيب لنا كام لعيب كده نرجع تاني للفورمه ان شاء الله تعالى. منور الدنيا كالعاده، ودايما يعني بنتبسط لما نشوف حضرتك في القناه في بيتك طبعا. الله يخليك. كان في تكريم لحضرتك؟ يعني قول لنا تفاصيل التكريم. تكريم؟ لعيبه القدامى كرمت حضرتك؟ لا ده امتى؟ لا مفيش، لا كان في دعوه النهارده ممكن تكون. أيوة. الدعوه بتاع وزاره الداخليه كانت عامله مؤتمر عن الاصابات. أيوة. وانا الحاجات دي انا بحب ان انا احضرها يعني، فوجهوا لي الدعوه فروحت الصبح، كانت فيها الاساتذه بتوع العظام كلهم ما شاء الله. فلما يكون عندك يعني، انا دايما احب يعني طول ما انا مسؤول عن فرق بحب ان انا اخد شويه حاجات كده عشان برضو اقدر انظم بيها اموري يعني، يعني بحب الجانب النظامي والمثالي وان تبقى الحاجات كلها ماشيه في الطريق السليم. فلما اخد اضافه في اصابات دي مش وحشه، كويسه. فتعلمت وسالت كمان اسئله كتيره جدا عشان برضو ابقى يعني على الاقل باخد النصيحه ملم. دي حاجه كويسه جدا. حتى قبل كده كان في برنامج تغسيل رحت حضرته كله عشان برضو ابقى انا ماشي مع الاولاد وفاهم على الاقل ايه اللي ياخدوه، مع ان انا معايا دكاترتي ومعايا الناس ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لكن كانت ندوه كويسه وندوه يعني بنشكر على وزاره الداخليه بصراحه، كبيرة وجميلة جدا وفيها الاساتذة كلهم بتوع العظام. فحاجة جميلة جدا وكان يوم كويس وانا استفدت طبعا، ويا ريت الحاجات دي تتكرر يا ميدو، لان احنا في حاجة الى ثقافة اللاعب يعني. انا متهيألي الاندية لازم تغرز في اللاعب حاجات كده، اللاعب ما يروحش يا ميدو وخاصة الصغير يتمرن ويروح. لا ده انت علمه علمه يعني. لما جبت له دكتور مثلا يعني، انا دايما اروح جايب دكتور تغذية دي محاضر اللعيبة. لازم كده. واتفقت النهاردة على مع دكتورة أخصائية نفسية تقعد مع اللعيبة، لأن ما هو أنت بتصنع جيل، الجيل ده لازم يبقى الأجيال اللي جاية المفروض إن إحنا نهتم بيها. ليه؟
عشان هي اللي هتوقف يعني ده المستقبل. بالظبط. فلما يطلع الولد كويس وموزون وفي تصرفاته للبلد. فقلت لها الاضافه هات لي دي، فعلا دي حاجه كويسه جدا، لان عاوز يعني انا بنيتي مسؤول عن جيل في كل حاجه، فلما يطلع لعيب كوره كبير زي الفل، عنده توازن، عنده شخصيه، عنده جراه، عنده احترام، عنده سلوكيات، مش لعيب كوره بس. بالظبط. فعشان كده بحضر، لان برضه ابقى ملم جدا وعلى الاقل بدي معلومات تفيد الولد. بالظبط. فالانديه لازم تهتم بالحاجات دي كلها. اكيد. خد بالك بس، فعشان كده حضرت النهارده، كان يوم جميل جدا، يوم كويس، بشكرهم عليه وكرموني طبعا، ادوني درع الداخليه ما شاء الله، والدرع كبير جدا. بشكرهم عليه دكتور صلاح عاشور طبعا اخونا العزيز يعني، وكل الاخوه اللي فاضل، فكتر خيرهم وبتمنى لهم التوفيق، وبشكر تاني وزاره الداخليه. اكيد يا كابتن حضرتك تستاهل كل خير، لكن خلينا ارجع لنقطه حضرتك اتكلمت فيها، موضوع التغذيه. وازاي اللاعب بعد التمرين ما يروحش كده وخلاص. طبعا. بس اعتقد برضو النادي ليه دور كبير جدا يا كابتن ربيع، ان هو لازم يوفر للاعيب. طبعا. ما انا قلت لك الانديه. التمرين. الانديه. بص يا كابتن، انت راجل يعني لعيب كوره ومدرب وكابتن وعارف ان التغذيه، شوف التغذيه هي الاساس قبل الملعب. بالظبط. قبل الملعب. ياما لعيبه بطلت صغيره عشان التغذيه. بالظبط. ليه؟ لان الولد خلي بالك، هو انت عارف في القياسات بيبتدي ان له قياسات معينه عشان لازم يشتغل بيها، وله حاجات معينه لازم يشتغل بيها، وعنده اجهزه معينه لازم تتغذى كويس عشان يلاقي نفسه في الملعب. فممكن الولد مثلا عندنا ما يفطرش، يروح يتمرن، ياكل الحاجات اللي هي بتاع الاكشاك دي، الحاجات التعبانه السريعه دي ومش عارف ايه، من هنا تلاقي الولد في الملعب مش موزون وهو موهوب. المدرب يقول له انت مش مركز، انت وحش، انت سهران، انت اطلع بره مثلا، ياخد منه موقف ان الولد مش موزون، ما عندوش توازن في الملعب، ان ما اتغذاش كويس. خد بالك، دي مشكله، ممكن يبعد. مشكله كبيره جدا. التغذيه هي الاساس، يعني التغذيه قبل الكوره. خش في ولاد بتجي لك من سفر وبعد التمرين بتسافر تاني. طبعا طبعا يا ميت، التغذيه احنا عاوزين نعمل ايه بقى؟ الانديه ان حتى الولد كل واحد حسب ظروفه، وانت ممكن بظروفك تاخد تغذيه سليمه في البيت، يعني برضه الولد يروح ببرنامج تغذيه معاه طول الاسبوع عشان والدته او والده، حتى لو يعني حسب الامكانيات، ده ربنا مديله، ده متوسط، ده جيد. انما الولد بيلخبط في الاكل يا كابتن ميدو وبيدخل، فمن هنا بتلاقي البعد، تلاقي الولد الله، هو الولد ده بيروح يجري كده ذهنيا كمان، مش هتلاقيه معاك. ده اللي انا اقصده. فعشان كده انا بحضر المؤتمرات دي ليه؟ لان انا مسؤول، انا من وجهه نظري مسؤول عن جيل، مش مسؤول عن اثنين او ثلاثه ولا خمسه. النهارده الحمد لله من فضل الله عليا، يعني لما بشتغل مع جيل ولاقيها موجوده وبارزه، ده فضل كبير من ربنا، ده البلدي، ده المصر، ده الوطن، غير الانديه، غير انه بيروح انديه، لا ده المصر. يعني احنا بنعمل لمصر، الانديه هي مصر. الاهلي النادي الوطنيه بمصر، الزمالك نادي الوطنيه لمصر، كلها انديه بتطلع لعيبه لمصر. فالله اصله لعيب كويس، لما تربيه كويس يا ميدو مع موهبته بيطلع لك كويس وتلاقيه نجم كبير. بالظبط. ويفرق معاك في المحافل الدوليه. بالظبط. لان من وجهه نظري افريقيا ليه تقدمت عندنا يا كابتن ميمو، كابتن ميدو؟ اتقدمت لان 10 12 15 واحد محترفين من صغرهم بره بيجوا يكسروا الدنيا، الانديه تبعت مصر، البلد تبعت لهم ويلعبوا الماتشات الدوليه يكسروا، معلش يبص عاملين ازاي؟ بنين خرجت المغرب، لانهم بياكلوا كويس، الموضوع اتحول، مرنوا كويس، معاهم مدرب كويس، برافو عليك، ثقافه، كل حاجه. ده اللي انا اقصده. فالنقله دي لازم تكون في مصر، لازم على مستوى الناشئين يا كابتن ميدو، كل الانديه، مش لها شرط امكانيات، انا اجيب دكتور تغذيه يقول والله يا جماعه الفطار كذا، الغداء كذا، العشاء هتروح البيت كذا، جاي في تمرين الساعه 3 يبقى تاكل الساعه كذا. بعد التمرين اهم حاجه. وبعدين الحاجات بقى المشروبات اللي بتربينا عليها، المشروبات والشوكولاتات والحاجات دي كلها، كل ده غلط، الحاجات دي كلها اللي هي بتبعد اللاعب، ده اللي انا اقصده. فالانديه لازم تمشي على برامج عشان الولد يطلع مثقف وكويس وقاري. من هنا تلاقيني بقى حضرت اصابات، حضرت تغذيه، حضرت علم نفس، ده مهم جدا خلي بالك برضه. طبعا ازاي تتعامل، مهم جدا يا ميدو. بص علم النفس ده فيه اشكال والوان، الولد بدرجاته، ممكن تولد مثلا مشتت، ولد تركيزه قل، واخد بالك؟ الشخصيه والذكاء دي انا خلي بالك، شفت شركه عشان تقعد مع اللعيبه بتاعتي بامر الله تعالى، وقبل ما نبتدي التجمع الاولاني اللي هو 15/9 عامل فيه ماتشين مع السودان، يختبروا اللعيبه في درجه الذكاء والشخصيه، عشان دي تهمني جدا. خلي بالك دي تهمني جدا. جزء كبير جدا من تهمني في الماتشات، تهمني في الضغوط، تهمني في البدايه، تهمني في التغييرات، تهمني في، خد بالك، وانت تحت ضغط، تهمني وانت مهزوم، الشخصيه، كل دي دراسات انت بتبتدي تحفظها للولد. من هنا تلاقي الولد دولي،
طالع ناضج وماشي معاك زي الفل زي ما انت عايز. عملتها ولا لسه هتعملها يا كابتن؟ قدمت طلب لاتحاد الكوره ان اعملها. قدمت طلب. خليه يجيب لك نتائج لحضرتك بس مش قدام اللعيبه. لا ده انا لا هو خلي بالك هي دي حاجه كويسه وانا اللي بحتفظ. أكيد. بس دي بتفيدني فيها يا ميدو. تبقى عارف تتعامل مع مستوى الذكاء كام في المية. تمام غير الذكاء الشخصيه. الشخصيه. يعني انا عندي مثلا ولد ده ما اقدرش ابتدي بيه المباراه. لان يعني خلاص لا شخصيته ده ممكن لو غيرته. طب ده واخد بالك رد فعله ايه لو انا لعبت في وسط 20,000؟ شوف 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 البدايه جايه ازاي وشوف الثقافه ازاي وشوف انا ماشي سياسه. الموضوع مش هقعد امسك كوره واتحرك بالكوره وراح اقول لا ده حواليه حاجات كتيره جدا مكمله. زي ما انا ما عملت مع اللي فات ما كنت جبت الدكتور علم نفس يقعد يحفظهم. لقيت الدنيا معلش بيخبطوا ببعض ويتخانقوا ببعض وعصبيين ونرفز وانا رايح اساسا في تصفيات. جبت دكتور علم نفس قعد اخصائي نظم لهم الامور ولازم تعمل ولازم 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 وتمشي كويس تسمع كلام مدرب تسمع كلام مامتك تسمع كلام ابوك تسمع كلام ما هي كده. فالله اقصد كلها درجات مهمه جدا لقطاعات الناشئين اللي هي المفروض نبتدي بيها اذا كنا بندور على اصلاح الناشئين. ابتدي من الناشئين وبعدين نظم امورك من انت يطلع بقى السن زي ما زمان احنا طلعنا ازاي بفضل الله تعالى. ف كلها امور مع كويسه وامور صور من مؤتمر حضرتك حضرته النهارده. كان مؤتمر كبير جدا وحاجه جميله يعني مش الداخليه عملت في كاس الامم من الداخليه ما شاء الله تعبانه في كل حاجه نظام وطبعا نجاحنا برضو بفضل الله ثم مجهودهم الكبير وربنا يوفقهم ودول ابنائنا وحبايبنا وكان النهارده حاجه مشرفه بصراحه يعني. بس يا كابتن معايير الذكاء ومعايير الشخصيه اللي بتستخدمها الشركات هل هي معايير موثوق فيها؟ هل هي معايير مش متغيره؟ هل هي معايير ثابته؟ بص يا كابتن ميدو يعني ده عايز اعرف راي حضرتك بس الشخصي فيه. بص يا كابتن مع احترامي الشديد في حاجات كتيره جدا في المنظومه عشوائيه خلينا واقعيين انا مش مبسوط منها حتى النهارده لما لغه الارقام الشركه دي لغه ارقام خلاص انا بيني وبينك الارقام زي النهارده ما انت بتجيب اللعيب اللي بيني وبينه ارقام لغه ارقام انا النهارده مؤتمن على مثلا مركز معين المركز المعين ده يعني برضو هل الناس متابعه المركز المعين ده لمده 36 مباراه او 35 مباراه؟ مستحيل. فانا عندي تسجيلات خلاص عندي مركز معين هجيب باك ليفت ربيع ياسين. ربيع ياسين لعب 35 مباراه قطع فيهم كام كوره سدد فيهم كام شوطه عمل كام كروس غطى كام تغطيه كله بايه؟ بالارقام بالظبط. يبقى انا قدامي ربيع ياسين. طب اللي انا عاوزه ربيع ياسين بيدافع ويهاجم يعني نقول ما يقرب من 90 من مثلا 85% من الصح اللي هو بيجيب لك يقول لك مثلا ده يصدر او لا يصدر يعني بيقرب لك المسافات غير وانا يعني ما اجيبش على السمعه ومثلا واخد بالك ما خلاص قرب المسافات في الثلث الامامي جميل في الثلث واخد بالك بيقطع بينقض واخد بالك بيراقب بيدافع بيوازن بينزل بيعمل بالعرض بيروح على ما هو ده الصح جميل بس فالقصده في حاجات كتيره جدا لازم نهتم بيها لازم وتبقى اضافات باذن الله ده حاجات كتيره جدا جدا مش جدا واحده يا رب يا رب. احساسك ايه بعد الدوري ال 41؟ لا دوري ممتع دوري كويس جدا دوري كان قدام انا من وجهه نظري 30 لاعب قدام 60 لاعب لان كان في فرقه ثانيه برضو شرسه جدا وواقفه لك وحققت معاك نتيجه كبيره جدا وكانت بتتحدى برضو انها تاخد الدوري. فالنهارده اما تلعب مع ناديين كبار بحجم نادي الزمالك طبعا الكبير اللي بنحترمه ونقدره ونادي بيراميدز برضه اللي بنحترمه ونقدره وتكسب بطوله كنت انت بعيد عنها اعتقد ان بطوله غاليه جدا بطوله كبيره يستحق يعني البطوله دي بفضل ربنا الاول سبحانه وتعالى ثم يستحق رقم اثنين فيها الاداره ثم اللاعبين وبعدين الجهاز الفني لان الاداره دعمت ووقفت وسندت وجابت المراكز اللي انت كنت محتاجها لو استحملت ودعمت طبعا وصبرت ودعمت في الوقت المناسب والحاجات دي اعتقد فرقت في الدور الثاني. الدور الثاني لما تاخد من 60 نقطه كام مش عارف تخسر خمس نقاط بس انجاز وبعدين اللعيبه برضو رجاله وكانوا مركزين ومقدرين المسؤوليه وزي ما قلنا كابتن ميدو هي اجيال بتسلم اجيال كل الاجيال اللي لعبت في النادي الاهلي من 1907 لحد 2019 كلها اجيال محترمه مع احترام الشديد كلها بتسلم بعض مفيش حد يقصد حتى اللي هو ملوش نصيب لكن احترم واشتغل وحاول وجاهد عشان في ميثاق كلنا ماشيين عليه طبعا كل بص يا كابتن اللي بيدخل النادي الاهلي بيبقى حاجه بس هو الكيان الانتماء للكيان بصرف النظر عن الاشخاص الكيان كله بالظبط فدي حقيقه
قلت بعد كده الامور طبعا اللعيبه قلنا الجمهور بصبره وتشجيعه برضه حتى لو ما كانش بيحضر جمهور النادي الاهلي بيبقى له فضل برضه كبير جدا يا كابتن ميدو. الجهاز الفني مع انه بقى الوقت الامور في الاخر الانسجام الهدوء عرفنا يعني لكن المنظومه كلها ماشيه في الطريق السليم عشان كده بطوله كبيره وبطوله نعتز بيها بصراحه وحاجه جميله جدا 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 بصراحه. يعني قول لي يا كابتن ربيع لما انا اطلع لعيب من تحت ايديك طلع هيقول الكابتن ربيع اتعلمت منه كتير جدا افادني في حياتي الشخصيه وحياتي الكرويه، بتكلم على محمود متولي لعيب الاسماعيلي اللي اشاد بحضرتك كتير جدا لما كان هنا ضيفنا في النادي الاهلي، بتكلمه في ايه او بتديله ايه يعني نصايح اللي يخليه يفضل فاكرها لك لغايه دلوقتي؟ بص يا كابتن ميدو انا شغلي في الكوره لما بستلم منتخب واعمل مثلا 10 ايام معسكر انا العشر ايام بحسبهم من اول يوم بعمل في اجتماع مع ان خليني اكمل لحضرتك السؤال انا اسف ان انا قطعتك. اتفضل. اقول لك الكابتن ربيع عايزين شخصيه حازمه جدا وشخصيه يعني صعبه ان انت تتعامل معاها غير لما تكون ماشي تحت جناحه زي ما احنا بنقول. لا بالعكس ما انا بقول لك الاثنين مفارقات ومع بالرغم من كده يطلع يقول ده بصراحه لا انا اتعلمت ان الكابتن لا ما هم كلهم الستة السبعة اللي ربنا كرمنا بيهم في النادي الاهلي هم كلهم بيتكلموا يعني ده نجوم وعارفين ازاي وواعيين جدا. بص يا كابتن فبحسب لهم الحسبة 240 ساعة 10 في 24 ب 240 ساعة أنا ال 240 ساعة لازم نشتغلهم. هو شو كلهم بيبقوا تمرين؟ لا كلهم بيبقوا أكل كلهم بيبقى ضحك كلهم بيبقى فسحة كلهم بيبقوا خد بالك؟ لا أنا بنظم أموري في ال 240 ساعة بس أنا مؤتمن على 240 ساعة بدفع فيها فلوس مصر بتدفع فيها فلوس فالطبيعي جدا يا كابتن ميدو إن أنا أشتغل ال 240 ساعة أنا حياتي الشغل وفي نفس الوقت مع احترامي الشديد مفيش لعيب عندي امرنه اكبر من النظام من نظامي انا من شغلي من سياستي من تمريني من وظائفي اللي بيكبر شكرا مش عاوزك ما تشتغلش معايا. جميل. لان كره القدم وظيفه وبعدين انت احنا بنشتغل لمصر انا بشتغل انا بعمل جيلي مسؤوليه كبيره جدا يا ميدو مسؤوليه كبيره جدا فلازم في كل كبيره وصغيره انا قلت لك في اوقات كتير جدا انا بقعد مع اللعيب وبشرح له واقول له انا كنت كذا وانت كذا وانت بالنسبه لي وامتى ابقى صديق وامتى ابقى اخوه وامتى ابقى والده وامتى ابقى مدربه بالعكس دول خلي بالك انا عندي فن في التعامل مع الاعمار دي خلاص خلينا هنا عشان الكابتن ربيع بيقول نصايح من ذهب للعيبه اللي عايزه تبقى لعيبه كبيره واللي عايزه تبقى لعيبه ملتزمه واللي عايزه تسمع اسمها في عالم الاحتراف انا استاذنك بس تعيد لي جزئيه الساعات اللي حضرتك بتقول كلها شغل طبعا 240 ساعه لهم ده تعالوا بصورها لهم وبحسبها لهم انتوا هتناموا كام ساعة؟ فلو قلت 8 في 10 خد بالك 8 في 10 كام؟ 80 دي 80 ساعة نوم خد بالك ومثلا لو انا اعمل ساعتين حضرتك بتتكلم معاهم كده فعلا؟ طبعا بحسبها امال ايه؟ ليه كده؟ عشان اقول له خلي بالك الساعة ونص او ال 100 دقيقة في الملعب اديها لي 100 دقيقة ما تنفعش 80 دقيقة فبحسب له مثلا لو عندي انا 100 دقيقة 100 دقيقة في 10 خد بالك بكام؟ 100 ساعة ساعة ونص 10 يعني خد بالك ب 1000 لا اقول 15 ساعة اقول 20 ساعة تمرين انت عندك النوم كام؟ بص 80 نوم 80 تمام التمرينات والشغل بتاعي انا اللي في الملعب 20 ساعة تمام واخد بالك؟ الفطار والغداء والعشاء احسب مثلا نص ساعة ونص ساعة ساعة ونص ساعة ونص في 10 ايام 15 ساعة او 12 ساعة مثلا فبحسبها لهم كده الوقت اللي انا بسيبك فيه ترفيه اكيد وعندهم طبعا الوقت اللي انا بسيبك فيه ما بين من اللي هو بعد العشاء او المحاضره بعد المحاضره عشان بالعشاء محاضره تمام بعد المحاضره كام ساعه بسيبك واخد بالك وافضل احسبها لهم كده كل ده ليه عشان اقول له ان انت بص ال 24 ساعه مش كلهم تمرين ال 24 ساعه انا موزعهم لك فاديني تمريني النص ساعه بتاع المحاضرات او ال 45 دقيقه المحاضره اقعد ركز معايا ونظم معايا انا ما بقولكش 5 ساعات و6 ساعات يا جماعه اليوم 24 ساعه انت تتمرن في اليوم كام 100 دقيقه من 24 الباقي ما بين الضحك ما بين النوم ما بين الفطار ما بين الغداء ما بين العشاء ما بين الموبايل حتى الموبايل بعمل له وقت جدول مجدول جميل قوي قصدي هي دي ليه ما 10 ايام اضيعهم في تهريج يا حضرتك قلت لي عشان كمان انت مؤتمن على الوقت ده جيل لمصر هم تصنع مع احترامي الشديد واحنا خدنا كاس افريقيا من غانا عشان بنهرج هو احنا خدنا كاس افريقيا من نيجيريا دي اقوى بطوله من وجهه نظري فيها غانا مرتين وغانا دي بالفطره قرود كوره وسرعه وقوه ومهاره قرود كوره نيجيريا الجزائر لا اقصده فالنهارده بفضل الله تعالى حتى الجيل ده
طالع ما شاء الله هو اللي موجود في الساحه. النهارده عندنا سته يعني هو اللي موجود في الساحه. فقصدي تربيه الولد الفنيه يا ميدو مش هتيجي بالملعب بس، في شويه عوامل حواليه. حتى لما انا احترت رحت جايب اخصائي نفسي دكتور كبير قاعد وجه الشخصيه، لان عندنا شويه كان عندنا شويه خلل في اللي 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 بيضحك كتير، اللي بيهرج في الساونا مثلا، اللي في الاتوبيس واخد بالك، اللي لما بيتغير بيزعل، اللي صوته بيعلى. فوزنت الامور، تلاقي اجيب واحد بقى دكتور عشان يقعد يظبط لهم الامور. كل الحاجات دي حضرتك متابعها جدا ده شغل مش سايب ثانيه. لا هو ده الشغل. جميل قوي. ده الشغل التربيه عشان زي ما قلت لك ليه ائتمنوني وقالوا طبعا الوقت مهم جدا بالنسبه لي. الوقت يعني عامل وقت، اديني عامل وقت براحه شويه، لان الوقت مهم جدا. صناعه النجم محتاجه برضه وقت، ما بقاش وقت متاخر. فده مع ده مع ده كله يعني اعمل معسكر ويكلفني مثلا الشير الفلاني عشان اروح اهرج مع العيال، عشان لا انا بهرج واضحك كل حاجه، بس وقت التهريج تمام، ووقت النوم انت بتنام، ووقت الاكل بتاكل، بس التمرين مهم. انت جاي هنا عشان التمرين بالظبط، فده اللي اقصده بالظبط. بس حضرتك فضلت فتره قد ايه ما تشتغلش يا كابتن ربيع؟ لا انا قعدت 2013 خلصت البطوله. انا سافرت ليبيا 2014، جالي عرض في ليبيا رحت رايح. طبعا اتخذ مني المنتخب ما كملتش معاه مش عارف ليه، واخد بالك؟ ما انا عشان كده بسالك. ما لا ما كملتش عن بص انا ما كملتش عشان في حاجات يعني كان في شويه حاجات في حد الكوره وعضو مجلس اداره يعني وقف يعني حاجات كتيره جدا انا ما بسالش فيها. انا خلاص يعني بؤمن بالقدر واهلا وسهلا ودي بلدي وربنا يكرمها، وباخده خلي بالك ببساطه جدا. انا عارف ببساطه، ومؤمن ان مش هاخد اكثر من نصيبي وما بقاتلش، لان انا مش يعني الرغبه موجوده والطموح موجود اكيد عند كل واحد، بس مش بالعافيه، بالرضا والقناعه. وبعدين اللي فوق ده صح، هو بيقدر الخير دايما للانسان أكيد. هو في حاجه اكيد. فروحت ليبيا مسكت فريق، وبس عشان انا شغلي بترول يعني فرابطني شويه، انا عامل فيها مثالي موظف مثالي ورابط نفسي وبرضه في ادارتي يعني بعمل هي كده والله حياتي. فده عطلني كتير عارف. لكن في جروح عروض جات لي في الممتاز كانت خارج القاهره يعني، فحبيت ان انا اقعد وتجربه ناشئين ومشيت لحد ما واتصلوا بيا في اتحاد الكوره ومسكت المنتخب الجديد. اصل حضرتك قلت لي حاجه اول مره يعني من النادر ان انا بسمعها بصراحه، مش هقول لك إيه؟ اول مره من النادر ان انا مؤتمن على وقت مش بتاعي، فلازم احافظ عليه في كل ثانيه في كل دقيقه. وفلوس بندفعها لما اعمل معسكر النهارده في فندق مثلا ب 10 ايام، هيكلفه الدوله كام؟ والله لو كل الناس فكرت زيك كده يا كابتن ربيع نكون في حته ثانيه خالص. لا ما هو انت لازم تدور دايما، اي انسان لازم يدور على الـ على الـ على الامين، على القوي الامين. القوه مهمه جدا في الشخصيه، وخاصه لما تبقى مؤتمن على جيل او فرقه. وبعدين الامانه طبعا، وبعد كده الفنيات. احسن الناس تفتكر احنا بنمرن ببركه ولا حاجه، الفنيات فنيات مهمه جدا. الولد الصغير يا كابتن ميدو وانت عارف برضو، طب بتخاف على وقتك في اللي هو بره الفنيات، فاكيد الفنيات دي يعني عمق شغلك. انت عارف برضو عشان تربي الشخصيه الفنيه وتقدر النهارده الاخطاء تبقى موجوده، وده مبين بفضل الله تعالى في البطوله، لان احنا لعبنا اربع اشواط في نهائي افريقيا قدام غانا، خد بالك؟ لا اقصده كان الولاد واقفين وقفه فنيه رائعه أكيد. لحد اخر لحظه أكيد. وكان في توفيق بفضل الله في ضربات الجزاء. فمهم جدا الفنيات في الملعب واخد بالك، والفيديو مهم جدا والسبوره وتشرح دي مهمه جدا. التلات عوامل دول مع ان الولد ان يقف يقف اتعود انه يقف ويناقشك. فانا بجيب مواقف يعني اول موقف هشتغل عليه بمشيئه الله المعسكر الجاي هو الجانب الدفاعي، انا تسيب الدفاع وبعدين الهجومي عشان اغرس فيه الاثنين. هو كده كده انا اميل للكره الهجوميه بالظبط، اميل للمتعه، اميل لكن الجانب الدفاع خلي بالك اهم حاجه. فاول حاجه هشتغل عليها هو الهدف اللي دخل فينا في جنوب افريقيا، لانه هدف يتدرس، لازم يتدرس. مقومات اختيارك للعيبه يا كابتن ربيع؟ طبعا انا بتابع دوري جمهوريه وبعدين بلف في المحافظات، شفنا المناطق كلها وجمعنا 24 محافظه وشفناهم كلهم. انا عندي في ممكن عن طريق مهاره، ممكن شخصيه واخد بالك، ممكن قوه، ممكن التحام، ممكن سرعات كره طبعا اكيد. ما هو لما اشوف لعيب كره قدامي ما لما في حاجات تانية ممكن تلفت نظري اخدها واجرب عليها الولد ومرنه واجهزه واشتغل بيه ماتشات. انا بقول الوقت ليه؟ لان انا يعني قراري بيبقى بعد الماتشات الوديه، اكيد بيبقى عنده سلبيات وايجابيات، فاشوف انا من النوع اللي لازم اطول بالي مع الولد، لان هو مرحله خلي بالك في مرحله نمو، بيروح ويجي يروح ويجي يروح. ممكن النهارده يعني انا سايبه مثلا 14/4 هجمعهم في 9، ممكن حد يجي لي بمتغيرات، اللي هجيبه بمتغيرات كتيره جدا، ممكن اللي قرب اللي بعد اللي واخد بالك اللي طول اللي تخن اللي عمل، انت فاهم؟ فلازم الصبر على الولد وتعالج له اخطائه وتوجهه وتحكم عليه عشان ما تظلموش. انا يعني العدل مهم جدا مع الولد، العدل طبعا.
طبعا. فده سياستي في الاختيارات وكله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. في لعيب انت واخده وانت مش مقتنع بنسبه 100% لكن عندك امل ان هو يبقى لعيب كويس من غير اسماء يعني؟ انا بس طبعا في لعيب الناس قالت لك عليه ده لعيب جامد جدا وانا بطول بالي معاه عشان هيرسل. قلت لك مرحله النمو في نفس الوقت في لعيبه ممكن يخلي بالك قبل بس انا اكون يعني شايف استعداده وحاسس ان عنده حاجه انما مش بعيد قوي مش بعيد لا بعيد قوي ده ما ينفعش لان انا يعني بحاول انا ادي يعني امرن. اصل خلي بالك انا برضو في سياستي في التمرين ان انا بكتشف اللعيب في التمرين عن طريق الشغل الفني. خد بالك في المواجهات يعني انا سير المباراه بالنسبه لسير المباراه الفني بتاعي انا بقسمه في التمرين فعشان كده الماتش بيجي بعمله في التمرين على فترات باخد الجانب البدري في وقت الجانب المهاري وبطوره له في وقت والجانب الخططي في وقت وبعد كده باخد حته تعملها عشان ماتش فبقى عيني عليه فبقيمه في التمرين فممكن بقى استعداده يكون 4/10 ده 6/10 ده 3/10 ده 2/10 لا ما ينفعش ده واحد خلاص ده بعيد واخد بالك ده لا ده كويس فهم بقى اللي بيكرروا كلها ارقام عندي بسجلها في التمرين وبعد كده بنظمها في الماتشات مين بقى اللي بيستمر وبيعلى ده هو اللي بيقول انما انا بدي الفرصه وبمرنه كويس جدا خلي بالك وبقفل عليه بس اللي هو الاقرب مش البعيد قوي لان في واحد بعيد خلاص بعيد ده تمام. فكلها نسب وارقام عشان ما اظلمش في حد يبقى كله بما يرضي الله بالعدل يعني. تمام. قبل ما اكلمك على شكل الدوري برضو اللي ممكن نشوفه السنه الجايه والمتغيرات ممكن تحصل السنه الجايه بقى عايز اكلمك على محمود متولي بشكل شخصي يعني او اختيار النادي الاهلي ليه هو شخصيا شايف ان هو صفقه ناجحه صفقه كبيره محمود متولي فيه عناصر ايه اللي برضو خلاتك تشدد له اللي هو اشاد بحضرتك في رايك؟ محمود متولي لعب الخمس ماتشات في افريقيا خلاص ده اللعب ده السوبر هو كان بيلعب في الاسماعيلي يعني ما كانش بيلعب مع لا في اهلي ولا خد بالك وكان بعيد عن العين لما يلفت نظري ولد في الاسماعيليه ولد من سينا ولد بعيد وصغير اساسا معناه انه لعيب كوره كويس متولي كورته دماغه كلها كوره يعني هو ما شاء الله لعيب كوره لعيب كوره لعيب كوره ده مهم قوي بالك خلاص هو لعيب كوره انا ممكن خلاص بيسهل الامور هيسمع لعيب الكوره ده بيبقى عنده جهاز هنا عصبي بيوجههم موهوب اللي انا عاوزه كله هينفذه لي فطبيعي جدا لما يلعب معايا خمس ماتشات ويتالق ويبقى موجود في ماتشات مهمه جدا ويشيل لي خط ظهر ويوجه لي يعني كل اللي كنت ببني الشغل كله هو حارس المرمى وبعدين هو عشان يبني لي القاعده من تحت اللي انا اقدر اشتغل بيها وسياستي الفنيه في الشغل الهجومي والدفاعي. جميل. فمعناه كبير. اكتر من كده. اكتر من كده ايه؟ وبعدين معايا الاساس الخمس ماتشات ما تشيلش ولا ماتش. عمود وائل لعيب 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 سوبر لعيب 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 كبير واخد بالك من صغره كان صغير يعني واخد بالك وانما يلعب ويزود ويبقى رائع وبيزيد واخد بالك وعنده ميزات كويسه جدا من بدايه من تحت. انت عندك دلوقتي اللي بيسلم قليل جدا اللي بيبتدي قليل جدا زائد ان واحد دفاعيه اكيد الدفاعيه فلو هو عندي خلي بالك كان قليل ما كنتش لعبته ما عنديش انا مجامله خالص ونفسه انا احب اللعيب ان شاء الله ان شاء الله الكامل لعيب السوبر لان انت لما يكون عندك منتخب سوبر يا ميدو خلاص هو اللي حقق لك البطوله منتخب سوبر اكيد بيضم متولي وضم واخد بالك صالح وضم ربي ربيعه وضم ياسر وضم محمود وحيد ويضم واخد بالك يعني تريزيجيه انت فاهم كلهم ما شاء الله وكلهم راحوا فين فاللي اقصده ان متولي لعيب كبير مكسب كبير ان شاء الله ربنا يوفقه. انا كان نفسي اعمل مداخله امبارح بس نمت لان ما اقدرش كنت تعبان نمت قالوا لي طلع تعبان وربنا يوفقه وحبيت ان انا طبعا هو جه بفضل الله ثم مجهوده هو الولد استعداده كويس جدا لعيب كبير ادى موسم طبعا مواسم مع الاسماعيلي رائعه كان اساسي منتج جدا ليه اوقات اهداف حتى هو بيجيد ضربات الجزاء باقدار طبعا وطبعا غير انه في مركزه ماليه وشخصيته قويه جدا فان شاء الله الف مبروك للنادي الاهلي ومبروك ليه طبعا هو عارف قيمه الكيان وقيمه الفانه الحمراء اكيد وكان مصر بصراحه ان هو يروح النادي الاهلي طبعا واكيد وكان له عروض جاي له عروض النادي الاهلي كيان كبير جدا يا كابتن ونادي كبير ونادي وطنيه ونادي محترم ونادي بفضل الله تعالى يعني حاجه جميله جدا الواحد يشرف انه في يوم من الايام كان بيلعب في النادي الاهلي ان شاء الله متولي يبقى اضافه كبيره جدا مع زملائه باذن الله وربنا يوفقه وربنا يسعده ويعرف انه مطلوب منه كتير لانه بيتعامل مع منظومه أكيد. كامله ومتكامله بيتعامل مع مجلس اداره على اعلى مستوى بيتعامل مع زملائه واللاعبين على اعلى مستوى بيتعامل مع جمهور اعتقد ان جمهور النادي الاهلي انا قلت وبقول احسن جمهور في العالم هو جمهور النادي الاهلي اكيد اتفق معاك طبعا انا يعني شهادتي مجروحه في النادي الاهلي بصراحه تحديدا كمان الصفقات كيف تدار في النادي الاهلي شايف يعني ادارتها ازاي والله انا شايف الصفقات يعني
شايف يعني فيها نظام، فيها فتره، فيها اقتدار، فيها عين، فيها المصلحه، فيها ان انا محتاج ايه. جميل. انا شايفه ده انه سيد منظم جدا في مع الاداره، مع اللجنه الفنيه، مع المدير الفني. يعني سيد ليه دور بصراحه، دور رائع. سيد عبد الحفيظ سيد ليه دور رائع، فعنده ترابط ما بين الجانب الاداري والجانب كنت الفني. كنت اكلمك على سيد كمان تحديدا. لا سيد يستاهل، سيد محترم وسيد فعال وفاهم وبعدين يعني عارف القصه هي. اصل الاداره دي خلي بالك يا كابتن ميدو برضه دي موهبه طبعا، مع طبعا انه يقدر، فكل الامور مسيطر عليها سيد، فعامل ترابط رائع ما بين الجهاز الفني واللعيبه، ما بين ترابط رائع ما بين الجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره، فالدنيا هاديه والدنيا زي الفل. ما شفناش واحد طلع، ممكن تحصل مشاكل بس بيحتويها، وفي نفس الوقت بتبقى ايه في الاوض المغلقه. سيد له دور انا اعتقد رائع جدا جدا، ومن الناس المحترمه وناجح بصراحه في مركزه سيد عبد الحفيظ. اكيد برضو عشان نبقى برضو واقعيين ان الاداره لها دور كبير جدا في نجاح المنظومه. الاداره، لان الاداره اللي انت في ظهرك هاديه ومديك كل الصلاحيات ومنظمه امورك وفي ظهرك ويعمل اللي عاوز تعمله ومختارك عشان تنفذ اعتقد برضو يحسب للاداره. أكيد. يحسب للاداره ان طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان جابت صفقات نظمت امور كانت هاديه جدا، الثقه كبيره جدا في الله ثم في اللعيبه، بيحافظوا على كيان، عرفوا اللي محتاجه الكيان، وكانوا بعملوا صفقات عاليه طبعا على المستوى، ان يجي رمضان صبحي، رمضان مكسب كبير مهما كان، يعني حتى لو مش في ذات مستواه رمضان نجم كبير جدا، حسين الشحات برضو الجمهور هتبقى السنه الموسم القادم ده افضل واحسن بكتير ان شاء الله. يعني لا دي حقيقه كرم كبير جدا. الصفقات ياسر ابراهيم برضو صفقه كبيره جدا من الصفقات. الميزه انك جبت في اماكن معينه كنت محتاجها، وبعدين بقى عندك البديل، البديل ده اللي فينا معاك الدور الثاني في الاصابات، لان النادي اكبر نادي عليه ضغوط واكبر نادي اتعرض لاصابات هو النادي الاهلي، فكانت الدكه بفضل الله فرقه تميدو دي مهمه جدا. فكل الشكر والتقدير للاداره والجهاز الفني واللاعبين والجمهور. يعني كابتن عايز اسالك سؤال، هو سؤال تاريخي شويه، الثقه اللي احنا دايما بتبقى جوانا قوي قوي دي ان احنا ناخد الدوري حتى لو كل الدنيا تقول لك لا انتوا مش هتاخدوا، انتوا هتاخدوا الدوري ازاي؟ ده انا اراهن على اللي انتوا عايزينه، ده انا احلف لك على 60,000 حاجه ان انت مش هتاخد الدوري، وفي الاخر احنا بنبقى قاعدين وحاطين رجل على رجل كده بفضل ربنا بنقول احنا هناخد الدوري. ايوه عشان انت عارف ان الدوري طويل، الدوري مش دور اول. انت عاوز التركيز والالتزام والاصرار والاراده، اللي عاوز يتعلمهم والرغبه يجي يتعلمهم في النادي الاهلي، في مدرسه النادي الاهلي. مدرسه النادي الاهلي بتختلف، انا مش كده عشان اهلاوي، لكن لا بقول كده عشان اتمرنت، عشان لعيب في النادي الاهلي سابق، لعبت وكنت كابتن النادي الاهلي وخدت بطولات، فعارف المدرسه ماشيه ازاي، تعاملت مع رؤساء انديه كبار جدا في عارفين قيمه الكيان، يعني واخد بالك المنظومه. ربنا سبحانه وتعالى بيحب العمل، فبيقول لك وقول اعمله. جميل. فهو ده في النادي الاهلي. حلو قوي. انت فاهم؟ طبعا. فالاداره بص في حتتها بالظبط، والجمهور في حتته، واللعيبه في حتتها، والجهاز الفني هو ده اللي عامله في صمت. انا دايما وفي هدوء. ان انا ببقى حاسس ان انا داخل خليه نحل. ما هو ده، هو ده الناس متخيله. النادي الاهلي بيكسب بفضل الله ثم ادارته، تنسيقه، فنياته، النادي الاهلي بيصرف ملايين عشان يسعد الجمهور، بيشتري لعيبه، بيصرف وبيجيب. النهارده النادي الاهلي في الدور الثاني في الانتقالات الشتويه، جاب كام لاعب عشان يكسب بيهم؟ ما عادش قال لك انا هكسب باسم النادي بفضل الله ثم النادي الاهلي الكام، بس بيسعد الناس، بيخطط، بينظم اداريات، فنيات، مدربين، لعيبه، قدرات. النادي الاهلي خليه عمل، كل واحد في حتته. اوعى حد يفتكر ان في دوري بيجي كده النادي، لا. والنادي الاهلي بيكسب بفضل الله ثم مجهود خطا لحكم خطا، ده وارد في كل العالم، وارد. انما انا بقول عشان انا عارف لعبت في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيكسب لانه بيصرف، بيجتهد، بيشتغل، كل اللي فيه بيشتغل، مجلس اداره جاي 4 سنين بيشتغل وساكت، اي مجلس وساكت. ما ينفعش النهارده حجم النادي الاهلي لما يجي له رئيس نادي بحجم الفريق مرتجي ما يبقى ما يكسبش، بحجم الكابتن صالح سليم ما يكسبش، الكابتن عبد الصالح ما يكسبش، الكابتن محمود طاهر ما يكسبش، كلهم رؤساء على اعلى الكابتن محمود الخطيب. ما ينفعش، اللي اقصده المنظومه على راسها تلاقي نجم كبير. حلو قوي. في ادارته. ايوه ما انا بتكلم دوي. عشان انا عارف، والكلام ده خلي بالك انا بتكلمه مش مصطنع عميد، انا بتكلم عشان انا موجود في فالناس متخيله ان لا ده درع جالي عشان في شغل، في عمل، انت اشتغل زيي واعمل وربنا يهديك. قبل ما حضرتك تدخل قلت عشان احنا بنشتغل دايما بما يرضي الله. طبعا العدل،
والله الناس متخيله يعني. لا فانا زي بقول ما ربنا كده ربنا بيقول اشتغل هتلاقي. طبعا طبعا. وبعدين خلي بالك يا ميدو من اول الرئيس لحد العامل البسيط بيشتغل. ادخل النادي الاهلي تلاقي العامل بس واقف بيشتغل بيرضي الله واخد بالك. تلاقي رئيس النادي جاي مع اللعيبه بيشتغل بيسافر عشان يجيب بيجتمع مش جاي يقعد الاربع سنين واخد بالك. ده اللي اقصده. كل واحد ماشي في اتجاه عارف هو رايح فين. اللعيبه حتى اللعيب اللعيبه تلاقي اللعيبه ربنا كرم بلعيب محترمه جميله ومركزه شكل حتى لا بيخرج طبعا الاجهزه الفنيه حتى الفنيه النهارده راجل انت بتحترم حتى الجهاز الفني لو مفيش توفيق وتقعد معاه ومع الفوق بالراحه وزي الفل و100 100 مفيش اي مشاكل. منظومه خلي بالك الهدوء الهدوء والثقه بتوع ربنا سبحانه وتعالى والعمل اللي ربنا بيحبه والالتزام والاصرار والاراده. شغل كتير ربنا بيروح جايب الدر حاطه في ده لان الناس تستاهل وكل واحد ربنا بيديله على قد تعبه وعلى قد مجهوده. حضرتك جاوبت على السؤال اللي هو يعني ناس كتير يقول لك ايه مش ناس كتير يعني انت عارف ناس كتير مين يقول لك اصل الاهلي ما كانش يستاهل الدوري السنه دي. طب مين اللي كان يستاهل؟ لا ما هو حضرتك جاوبت يعني بشكل كبير. لا دي حقيقه كل العمل ربنا سبحانه وتعالى بيحب الانسان. فاحنا النادي الاهلي تلاقي اللي جاي خايف على اسم الكيان. لا بشتغل عشان انا بمثل الكيان كله هدفه واحد. فالناس هو في صمت وفي هدوء وبلا بل حتى لما يحصل هزايم الناس بتحافظ برضو. عشان كده الدنيا لان في ميزات كتيره جدا يا ميدو ان الدوري بيبقى طويل. الدوري للنفس الطويل وده مهم جدا. الدوري للنفس الطويل الدوري للخبرات. الدوري مش ماتش او اتنين او ثلاثه دور مش كده خالص. الدوري في نهايته من بدايته لنهايته هو ده. واحنا دايما في الاخر لان بنشتغل للنهايه بيبقى كل شغلنا للنهايه من الاول للنهايه. مفيش مشكله ممكن يحصل لك دروب ممكن يحصل لك هزيمه ممكن وحصلت كتير في سنين خلي بالك كنا برضو متعصبين وبعاد جدا بعاد جدا والله بس واثقين ان احنا ناخد الدوري طبعا. ما انا بقول لك عشان هي مدرسه الاهلي. مدرسه الاهلي بتختلف. مدرسه الاهلي فيها حاجات كتيره جدا المفروض ان الناس تيجي تشوف مدرسه الاهلي وتتعلم من الدرس. المفروض والله يا كابتن ربيع. يعني قبل ما نطلع فاصل كابتن عايز اسال حضرتك سؤال. لو شايف تدعيمات او شايف نقص في الفريق عندنا ممكن تبقى فين؟ والله انا شايف ان النادي الاهلي ما شاء الله ما فيش يعني كل اموره تمام. لو جالي لعيب وسط ملعب هجوم يبقى اضافه معايا مع المجموعه اللي موجوده يعني خلاص ديفيدنر هو جبناه الحمد يعني في هنا المساكين خلاص جبنا القلب خد بالك اللي عندنا البليفت عندنا الرايت عندنا وسط عندنا الروس حربه. لو جالك واحد هجوم يعني مع الموجودين برضه مبدع مهاري بيروح على الجول بشكل هداف يبقى خير وبركه. ده اعتقد اللي ناقصه النادي الاهلي خلاص كل الامور زي الفل يعني. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع النجم الكبير الكابتن ربيع ياسين اللي منورنا هنا في الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد كلكم تابعتوا موضوع مجدي قفشه وانا بقول لكم ان مجدي قفشه رسميا في النادي الاهلي نجم انبي لاعب الوسط المهاجم. مجدي قفشه رسميا في النادي الاهلي ودي كانت امنيه مجدي قفشه الشخصيه لان انا من المدربين لما دربوا مجدي كنت بساله في احد المباريات في الدوري السنه دي قلت له انت فين الاهلي؟ قال لي نفسي يا كابتن اجي النادي الاهلي وامنيه حياتي والحمد لله ربنا حققها لك يا مجدي ونورت النادي الاهلي وكل الجماهير الاهلاويه كانت نفسها تشوفك بقميص النادي الاهلي وان شاء الله تنور الدنيا ونورت الكيان الكبير واكيد طبعا هتزداد تشريفا بتيشيرت النادي الاهلي. كابتن ربيع ياسين كان بيقول قبل ما نطلع فاصل عايزين لعيب يعني وسط ايوه جالك قفشه لعيب كويس شفت ربنا استجاب على طول عشان نوايانا سليمه نية سليمة دايما. النوايا برضو من ضمن الحاجات اللي بربنا كل الناس نوايا سليمة دايما يعني فده فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. ربنا يوفقه وربنا يسعده. لعيب كويس لعيب مهم مهم جدا في تلت الأمام بيجيد حاجات كتيرة جدا منها حتى الثوابت ما شاء الله مميز جدا. لعيب كبير يعني عنده ترابط رائع وعنده زيادة عددية وعنده مساعدة وعنده هو شكل على الجول يعني فمثل كبير مع زملائه طبعا اللي موجودين إن شاء الله مع الجهاز الفني مع الجمهور مع إن شاء الله الكيان يعمل حاجه كبيره باذن الله. اتمنى كل التوفيق. عمل موسم رائع مع بيراميدز السنه اللي فاتت كان ليه دور كبير جدا مع انبي كمان كان اكتر من قبل هو ما لعبش يعني كمان في بيراميدز بالشكل حتى الاوقات الصغيره اللي كان بيلعب فيها. وبعدين عنده برضه ميزه ان هو
ما كانش يعني هادي جدا، مش بتاع مشاكل، لا هو شخصيه كمان رزين، شخصيه لذيذ جدا، لا مؤدب قوي، العب مع انه قدم موسم رائع وكان هداف مع بيراميدز، وخلي بالك وكان بيفرق معاهم في ماتشات كبيره جدا في وقت ما كنتش تلاقيه، كان بيبقى احتياط، فما حدش سمع عنه حاجه وحشه، ربنا يوفقه وان شاء الله يبقى نجم مع كل زمايله باذن الله، يحقق البطولات باذن الله. هو اللي هرب من ايدي كده عبد الله جمعه. عبد الله؟ ده اللي هرب مني. عبد الله عامل موسم كويس جدا مع نادي الزمالك طبعا بصراحه. هرب مني. ونتمنى له التوفيق وان شاء الله مستقبل عبد الله، وربنا يوفقه ويكون في يوم من الايام في المنتخب ان شاء الله يتعلم. لعيب عالي جدا، لعيب كمان اكيد حضرتك عارفه عبد الله لعيب. بس هو كمان. صالح اعلى منه في الكوره. صالح بقى انا من وجهه نظري لو احنا يعني شلنا دماغه دي وقسمناها نصين هتلاقي فيها كوره جوه. كوره مش كوره وخلاص، ده هتلاقي فيها نجوم الكوره الموهوبين العالميين في دماغه. يعني تلاقي موهوب جدا. والله موهوب جدا. السرو باص اللي عمله حسين شحات في حاجه يعني استحاله تفكر انك تعمل السرو باص يعني من صغره لما انا اطلق عليه لقب المعلم معناها ايه؟ ان اصل خلي بالك دي موهبه خلاص معلم من صغره هو معاه. حضرتك اللي سميته كده؟ متسائل امال مين هو؟ مين حد كان عارفه اساسا عشان انا مسميه معلم؟ امال مين هتسميه؟ قال لك حد تاني ولا ايه؟ اساله والله. اساله ده لا من صغره انا بطل لان يعني هو معلم كوره، معلم كوره. شوف انت قلت ايه؟ فانا عارف صالح جمعه، صالح جمعه ما شاء الله يعني. فهو عبد الله نجمين كبار، ربنا يسعدهم ويوفقهم، حاجه جميله جدا ما شاء الله يعني. تمام. ان شاء الله بكره تشوفوا مجدي قفشه هنا في القناه مع اسلام الشاطر النجم الكبير، ان شاء الله تشوفوه ونعرف بقى منه كل حاجه، كل تفاصيل تعقده مع النادي الاهلي، هينور بكره باذن الله القناه. يعني صفقة مهمة، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم الأهلي بيدور دلوقتي على الصفقات اللي هو عايزها مش الكم، مع إن كمان يعني الحمد لله بقى عندنا، كنا بندور على صانع ألعاب، دلوقتي بقى عندنا صالح زي ما كابتن ربيع بيتكلم عن مزايا صالح، بيتكلم كمان عن مجدي قفشة، بيتكلم عن ناصر، أكيد هيبقى في عندنا دكة قوية جدا يا كابتن ربيع، والتنافس أكيد هيخلق كمان شكل كبير قوي من النجاح. مهم جدا طبعا الصفقات، مهم جدا التنافس، مهم جدا الزيادات، مهم جدا الدكة، مفيش كلام، مهم جدا التغيير، مهم جدا ان انت تعمل اضافات وتبقى واعي، لان الاضافات دي تفتفر معانا في نفس الوقت، انت بتسعى كل بطوله النادي الاهلي بيشارك فيها مطالب ان ياخدها، مسؤوليه كبيره جدا على عاتق مجلس الاداره، مسؤوليه كبيره جدا على عاتق الجهاز الفني، ومن هنا انت بتدور على لعيبه، لان زي ما احنا عارفين في المنظومه رقم واحد اللعيبه، اللاعب هو اللي بيصنع المدرب، اللاعب هو اللي بيصنع النتائج الجيده، وطول عمر النادي الاهلي عشان كده احنا بنقول النادي الاهلي بيكسب بطولات، بص النادي الاهلي احنا خدنا الدوري، الاهلي خد الدوري بفضل الله تعالى، وقدم موسم رائع بكل حاجه تمام، خلي الفرقه دي على جنب، ومع ذلك انت بتسعى ورا ايه؟ صفقات. ده كلامنا ان احنا الاهلي بيجيب صفقات، بيصرف فلوس، بيعمل كل حاجه كويسه عشان يسعد جمهوره ويحافظ على الكيان. أكيد. ده كلامنا اكيد. فقفشه لعيب واضافه وربنا يوفقه ان شاء الله. كنتوا عايزين دوري جبنا الدوري، كنتوا عايزين نكسب كسبنا. أيوه. يعني دوري ومكسب كمان، يعني مش حاربينكم من حاجه، كنتوا عايزين صفقات بالاسم، الصفقات كلها كانت جوه النادي الاهلي بفضل ربنا وفضل المجهود الكبير اللي بيعمله مجلس الاداره وبيعمله مدير التعاقدات امير، يعني حاجه جميله جدا، بيشتغل في صمت برضه من الجنود في النادي الاهلي، بيشتغل في صمت، بيشتغل بمنتهى الجديه، بمنتهى المصداقيه، بنشوف صفقات مطلوبه في النادي الاهلي ومطلوبه جماهيريا كمان، ودي حاجه كبيره جدا يا كابتن ربيع النادي الاهلي بيعملها السنه دي تحديدا. طبعا ربنا يوفقه، هو بيشتغل في منظومه كبيره جدا، هو جدير اكيد بهذا المكان والناس بتثق فيه ومهم جدا، وبفضل الله برضو يعني بفضل الله ثم اسم الكيان واسم النجوم اللي بتدير الكيان. دي الصوره كابتن ايهاب مع مجدي، دور كبير جدا. ومجدي بس حاسس ان هو يعني زايد مجدي شويه ولا زايد؟ زايد خير، نخسس بقى، نبتدي بقى الوش الكبير ده خيخ ايه اللي كده، واخد بالك؟ بس هو وشه اصلا هو خدود. لا ما طبعا مجدي لعيب كبير جدا ان شاء الله، عشان طبعا هو راجع من اجازه باذن الله تعالى، ربنا يوفقه وان شاء الله يبقى كبير جدا مع زملائه الكبار اللي بيقدموا احلى. حاولوا تجيبوا لنا على التليفون يا جماعه، نبارك لكم ان شاء الله تعالى يعني باذن الله، ونشوف كده الصفقه والدنيا دي كلها يعني لو ينفع. وزي ما قلنا يا كابتن ميدو ان هي كل الاجيال اللي لعبت في تاريخ النادي الاهلي اجيال كلها كويسه، اجيال محترمه، اجيال مقدره المسؤوليه، انتجت، تعبت، شئت، عملت كله، فهو ان شاء الله يبقى اضافه كبيره جدا في الموسم القادم مع زملائه باذن الله تعالى. اكيد انا يعني عملنا لكم كل حاجه الحمد لله بفضل ربنا، انا خايف بعد كده تقولوا كفايه صفقات، يعني متهيألي احنا كده عملنا كل حاجه كابتن ربيع، كل الشكر، جبنا كل الصفقات اللي محتاجينها وزياده كمان، كل الشكر بصراحه لكل الناس اللي مسؤوله في النادي الاهلي كلهم بلا استثناء، لو قعدنا نشكر فيهم مش عايزين حد يقول بس ان احنا يعني بنتكلم كلام وخلاص، لكن دي حقيقه لازم نشكرهم شكرا
جزيلا، استحملوا كتير جدا وجابوا لنا كل حاجه احنا عايزينها الحمد لله. لسه بس ان شاء الله ان شاء الله افريقيا باذن الله باذن الله تكون من نصيبنا السنه الجايه. ولا انت شايفها ازاي يا كابتن ربيع؟ عايز شغل عايز هو كل ده خلي بالك تدعيمات لافريقيا عشان افريقيا، ما فيش كلام افريقيا ان شاء الله احنا بنسعى لها بقوه باذن الله تعالى. واذا ما كانش في توفيق وما كانش فيه، لكن السنه الجايه باذن الله يبقى في توفيق وفي خبرات موجوده وفي اخطاء تعلمنا منها باذن الله، لان برضو الظروف كلها كانت بعيده كل البعد انك تحقق افريقيا مع تغيير اجهزه، مع اجهزه قريبه، مع انسجام، مع لعيبه، مع صفقات، مع كان في برضو صفقات مش موجوده الثقيله اللي ممكن نعتمد على ثم عليها، فالامور اختلفت شويه باذن الله تعالى. افريقيا من اولها هيبقى الامور باذن الله تعالى جد وامور باذن الله تبقى افضل واحسن. وبرضه انا بقول ان الجهاز الفني لما يكون دارس افريقيا موجود مع الفرقه بديله فتره بتفرق في حاجات كتير، لان ماتشات في الخارج في افريقيا غير اللي في مصر. فان شاء الله الانسجام والتفاهم والخبرات تيجي باذن الله تعالى، والماضي الماضي يتعلموا منه باذن الله تعالى. والحمد لله ان دلوقتي بقى عندك مجموعه مميزه جدا في اللعيبه، مجموعه تقيله جدا فنيا، مجموعه تقدر بامر الله تعالى تحقق اللي جابت لك فرق 13 نقطه تجيب لك افريقيا. ده معناه لعيبه كبيره، لعيبه عندها حب، لعيبه عندها ترابط، حاجات كتيره جدا. فان شاء الله يتعلموا من الماضي وباذن الله تعالى يحققوا لنا المطلب بقى اللي احنا عاوزينه، هو كاس افريقيا بمشيئه الله مع الدوري والكاس والسوبر وكله يعني ان شاء الله. كل حاجه. الجمهور الاهلي خلي بالك انت عارف جمهور الاهلي ده، هو جمهور الاهلي شوف بقى من ذوقه مع يعني جمهور الاهلي ده تقدره واحترامه وحبه. اقول لك ايه بس احنا كان لازم نعمل ماتش عالمي. يعني بص يعني انت خلاص كسبت الدوري بفضل الله تعالى وكسبت نادي الزمالك النادي يعني الكبير النادي اللي هو المنافس بتاعك، طبيعي جدا دي بتبقى بطوله خاصه بعيدا عن حاجه، بس ممكن يكون الاداء مش بواسطش مثلا جمهور نادي الاهلي تلاقيه بيقول لك لا انا انت شوف يعني مش مثلا ده جمهور ده بيفهم، ده جمهور ده واعي، ده جمهور فنياته عاليه جدا وذوقه عالي جدا، واخد بالك يا ميدو اللي اقصده. حتى بص هو نفسه كل حاجه تبقى كويسه، عايز يشوف النادي الاهلي بيعمل كل حاجه، عشان كده لعيب النادي الاهلي بيزعل لزعل الجمهور وبيفرح لفرح الجمهور. اكيد دي حقيقه. يعني احنا كسبنا برده من غير حسام عاشور اللي عنده 12 دوري. حسام عاشور ده نجم كبير جدا وتاريخ في النادي الاهلي وحاجه جميله جدا طبعا، ولعيب كبير وادى عامل انجاز يعني لا لعيب كبير مسبوق. لعيب كبير لعيب كبير وعنده ما عملش مشكله واحده خالص. ما سمعناش صوته خالص، ما خرجش قال لك اصل انا جاي لي عروض. ده ابن من ابناء النادي الاهلي المحترمين، نجم في اخلاقه، نجم في انتمائه، نجم في حبه للنادي الاهلي، وبعد كده نجم في لعبه. اذا كان هو ما ربنا ما عرضلوش يلعب منتخب، انما نجم كبير جدا. التاريخ هيقول ان حسام عاشور نجم من نجوم النادي الاهلي الكبار جدا جدا اللي قدوا باقتدار، واذا كانش ليه نصيب ما كان صفعت وحريم ما كانش ليه نصيب ده، ولكن نجم كبير. فحسام عاشور كل التقدير والاحترام ليه وحاجه جميله جدا، وكابتن يستاهل يكون كابتن النادي الاهلي فعلا يعني. يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يكرمه السنه الجايه يبقى عنده 13 دوري. فالاهلي عنده الله 41 وبعد كده حسام عاشور عنده 13 دوري. ربنا يوفقه ويسعده ويحط الارقام وفي الصحه والعافيه والخير ان شاء الله تعالى. يا رب يا رب. لو قلت لحضرتك يعني تقييمك في نقط كده للدوري اللي فات. ما احنا قلنا هو كان زي ما اتفقنا ان الاهلي والزمالك هم اللي بيلعبوا على الصداره بس، والاربع انديه اللي بيلعبوا من الثالث للرابع للخامس او المربع، وخد من السادس للعاشر، وعندك من العاشر لل 18 ال 8 اللي ايه بيلعبوا فيه الهبوط والدخول والخروج والحاجات دي كلها. هو ده الدوري المصري. بيراميدز عمل حاله فنيه كويسه في نجوم، في الجهاز الفني عندها خبرات، في امكانيات ماليه موجوده، عمل حاله فنيه كويسه. بقى الصراع ما بين الاهلي والزمالك، الزمالك تصدر بيراميدز الاهلي، خلينا واقعيين في الدور الاول، الاهلي كان بعيد لان الاصابات كتير ومؤجلات كل ده طبعا، واخد بالك؟ انما ال 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 التنافس كان يحسب برضو ان هو امتد بقى فتره كبيره جدا. انت عندك للجونه لو ما كانش عادل مع الزمالك كان ممكن يبقى ماتش الاهلي والزمالك هو الفيصل، واخد بالك؟ فنادور كان برضو دوري شديد، دوري فيه نجوم، دوري فيه فرديات، دوري فيه مدربين، دوري فيه ادارات، واخد بالك؟ احنا الجمهور نفتقد الجمهور، لكن دوري قوي، دوري كويس، بس هو الشكل الجمالي اللي الناس مفيش جماليات في اللعب، مفيش اداء ممتع، مفيش يمكن ظروف المؤجلات، ظروف الاصابات، ظروف الماتشات الكتيره، يمكن مش هنشوف جماليه من غير جمهور. ما هو شوف جمال اداء من ما من ضمن الحاجات السلبيه ان الجمهور، حضرتك قلت طبعا مفيش كلام، الجمهور بيعمل اضافه قويه جدا في المتعه الحقيقيه للاعب نفسه، لكن اللاعب يا كابتن ميدو وانت لعيب بجمهور غير من غير جمهور، فدي طبعاً بتعمل اضافه للعيب في الروح، خد بالك،
في الاجتهاد في الالتزام في حاجات كتيره جدا. لكن هو دوري ممتع ودوري كويس ويحسب له حاجات كتيره جدا في الشكل الايجابي واكيد في سلبيات. فالحمد لله انت على خير بامر الله تعالى. مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك ونادي بيراميدز وكل الانديه، وان شاء الله نستعد لموسم قوي قادم يبقى فيه سلوكيات واخلاقيات وحب وتعاون وترابط وانتماء للوطن اكتر من دوري، ونشوف فيه كسبان دايما. يعني نفسي ان شاء الله من الموسم القادم يا كابتن ميدو ان في الماتشات الاجهزه تسلم على بعض واللعيبه تسلم على بعض في بعض المباراه، واللي يكسب نقول له مبروك واللي يخسر نقول له هارد لك، ونمشي ونحب بعض ونلعب مع بعض ويبقى حلو وروح حلوه كده، ونخرج بسلام وندخل بسلام وتبقى الحياه حلوه، وكل ده باذن الله مردوده هيبقى للمنتخبات. اكيد منتخبات تحقق نتائج، عندنا امم افريقيا، عندنا كاس عالم، عندنا حاجات كثيره جدا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله نعمل كده، وفي الاخر يقولوا لنا برضو الف مبروك. ان شاء الله. لو قلت لحضرتك افضل لاعب في الدوري ممكن تديها لمين؟ هو ممكن انا اديها لبطل الدوري عشان خد الدوري، لانه هو بيراميدز كان فيها لعيبه كويسه، والزمالك فيه لعيبه كويسه، والاهلي فيه لعيبه كويسه، بس انا افضل اللعيب اللي هو صال وجال وكان سبب من ضمن اسباب حصول ناديه على الدوري، فده طبيعي جدا. ادري الاول معلول. معلول. معلول طبعا. يعني من وجهه نظري انا ده هو اللعيب، يعني ناس كتير رشحت فعلا عليه معلول. التألق تألق يعني ملفت جدا. سجل 8 اهداف في 8 اهداف وكان ليه نقاط مهمه جدا، ومستواه السنه دي رائع خاصه في الثلث الامام الهجوم، بيروح ومنتج جدا وبيشتغل ولعيب منتخب طبعا ونجم كبير كان مميز بصراحه. فهو عشان احنا بطل الدوري ما ينفعش انا اديها لواحد بعيد، ده وجهه نظر انا. فكان حاسم ومتالق وكان اساسي وممكن ارشحه يعني. وما تعرفش بيلعب ايه؟ لا انا عارف انه بيلعب باك ليفت، لكن هو بيتواجد في اماكن عمر ما باك ليفت اساسا تيجي في دماغه. لا هو لعيب ما شاء الله الموسم ده رائع، لعيب ذكي. طبعا لعيب ذكي، لعيب منتخب تونس يعني. هو تخيل ما كانش في المنتخب يا كابتن، يعني ازاي برضه مشي؟ هو مشي بالمعسكر يعني برضه. تخليك انت ازاي علي معلول لعيب بمواصفاته؟ ممكن يكون حاجه في حاجه مش فاهمينها، حاجه مش فاهمينها اكيد، لكن هو لعيب كبير وهو كان باك ليفت تونس منتخب تونس، بس ممكن يكون حصل حاجه ما نعرفش. بالك دي خلي برضه بتحسب ايه العين اللي جابت علي معلول، برضه تحسب له. اكيد العين مهمه جدا يا كابتن. اكيد اكيد في الاختيارات. لو قلت لك حارس مرمى، لا بلا منازع الشناوي. مش الشناوي ما شاء الله، الشناوي في كاس الامم الافريقيه متالق، كاس العالم متالق على الرغم ان احنا خسرنا و لا، الشناوي في احسن حالاته الفنيه ما شاء الله بصراحه في المنتخب والنادي اكتر. اولا هو الحارس الاول في النادي الاهلي، الحارس الاول في المنتخب، يبقى انا ارشح مين؟ اجيب واحد في هو بلا منازع الشناوي طبعا. تعال نخرج بره الدوري شويه كده ونرجع تاني للدوري بعد ما اسال حضرتك سؤال. عندنا منتخب قوي احنا مش عارفين نختاره كويس، ولا احنا فعلا ما عندناش منتخب؟ لا عندنا منتخب قوي، ما ينفعش ال 100 مليون، انما احنا عندنا تقصير يا كابتن ميدو في اللعيبه المسجله في اتحاد الكوره. ما ينفعش 100 مليون يبقى 250 الف لعيب مسجل في اتحاد الكوره. انت على الاقل 4 مليون النسبه بتاعتك بالنسبه للتأييد في الاتحادات 4 مليون من 100 مليون، زي المانيا 40 مليون 2 مليون ده الصح الدايره. انا لما اعمل منتخب صغير النهارده من 18 نادي، 18 في 30 ب 340 وشويه مراكز على شويه مناطق مثلا 700، غير ما اعمل من 3000 لاعب. المنتخبات الصغيره لما تعمل من 3000 4000 غير ما تتعمل 700 او 800 او 1000. تمام، عشان من هنا خد بالك بقول لك، لا لازم من اللي احنا الامور يعني تبقى افضل واحسن، وفي نفس الوقت احنا محتاجين حاجات كتيره جدا يا كابتن. زي ايه يا كابتن؟ لا احنا زي ما اتفقنا ان احنا المنظومه لازم تتغير في حاجات كتيره جدا. فاولا يعني 100 مليون ما ينفعش، ما فهمش 23 لعيب كويس. انا مستغرب زي بقيه الناس. لا انت على الاقل يكون جاهز في كاس الامم 33 لاعب، كل مركز له ثلاثه، ده الصح، وانا باخد 23. انما الدوري عندك قوي جدا وفي لعيبه، بس هي الاختيارات مهمه جدا، التوفيق في الاختيارات مهمه جدا. لما بتقعد على الترابيزه والجهاز بيتشاور، المشوره مش ممكن ما تجيبش غير الخير. المشوره خير، ربنا يقول لك وشاورهم في الامر. تمام. المشوره اتعلمناها عشان تجيب الخير، فلما يقعد جهاز كان متكامل ويختار هتيجي الخير. أكيد. بس اختار بالعدل، اختار بالمنطق، اختار بالفنيات، اختار بالحكمه، اختار بالعين، بكل حاجه. بختار حتى بعمق غير عادي، بغيره ونخوه عشان ربنا يكرمني واللي اخترته يوفقني فيه. هو ده الشغل، اختار عشان شغل، اختار عشان بطوله. ف
فاحنا الاهداف يا كابتن ميدوم لازم نحددها. احنا عنواننا في الاختيارات بطوله كاس الامم الافريقيه 2019، ده عنوان البطوله. طب احنا عاوزين من البطوله احنا نعمل ايه؟ الحصول على كاس افريقيا 2019. يبقى من هنا بص حاطط عناوين اختار بيها، عناوين الدور الاول ثلاث ماتشات ليه لعيبه، ان شاء الله لما نعدي الدور بعد ليه لعيبه نوصل ليه لعيبه، كله ده على الترابيزه في الاختيارات. زاد شغل انا كمدرب عندي جوانب كتيره جدا مهاريه بطورها واعمل بيها ترابط خططي عشان اقدر اشتغل بيه، عندي حاجات كتيره جدا، عندي توظيف، عندي تدوير، عندي قراءه منافس، عندي ابهار، عندي حاجات كده بدلع. احنا ما شفناش الكلام ده مع احترامي الشديد، عشان كده بقى عشان احنا ما جبناش اللي اختار الاختيارات اللي حضرتك بتتكلم عليه. بس عشان كده يعني احنا بنتكلم، انما الموضوع انتهى بس احنا بنتكلم. انما ينفع النهارده ينفع ان انت تقول ما عنديش منتخب؟ لا عندنا بفضل الله منتخب، ما عندناش ازاي في ظل الظروف دي؟ الله. طب انا عاوز اقول لك حاجه، هي فرقه النادي الاهلي بكام مليون؟ فرقه الزمالك بكام مليون؟ فرقه بيراميدز بكام مليون؟ يعني احنا كنا ببلاش زمان وبنكسب ونوصل كاس عالم، دلوقتي لما تبقى مليارات على الارض ماليش منتخب، اني منطق واني عقل؟ بالظبط ما ينفعش. بالظبط ما ينفعش. لازم يا كابتن ميدو اللي بيشتغلوا في الكوره يشتغلوا صح ويعدلوا ويدوروا على الفنيين ويختاروا صح ويراعوا ربنا ويختاروا الصح يا كابتن، ونشتغل عشان ربنا يرضى عنا ونحافظ على مال بلدنا ونقدم للجمهور اللي بيحب الكوره احسن حاجه في الدنيا. اكيد. فلازم تجتهد على قد اجتهادك وشغلك ومجهودك ربنا بيديك. حضرتك مش من الاسماء المرشحه لتدريب منتخب مصر؟ لا انا ما اعرفش، انا يعني ما دي حاجه مش يعني انا يعني قصدي مش انا اللي اقول يعني مش انا اللي اقول يعني ممكن يكون حد مثلا قال لك كابتن ربيع والله انت في دايره الاهتمامات، مش عيب. لا هو العيب يعني مش هيجي الا ربيع ياسين بس. هو انا مش عارف اعمل ايه للناس، هو انا في مش عارف ايه الناس كده. على فكره الناس في السوشيال ميديا بتطالب ان انت تبقى مدرب منتخب مصر زي ما ناس ثانيه بتطالب، بس في ناس في اغلبيه كبيره جدا بتطالب. ليه؟ ليه لا؟ كبيره جدا ليه جدا. لا كابتن ربيع خلاص كفايه اللي انا بقابله، كفايه اذا كانش في نصيب لاي حاجه فترضى بما قسم لك الله، والقناعه والرضا يبقوا موجودين، ولازم نعرف ربنا شايل الخير، واهم شيء بلدنا تمشي باي حد ان شاء الله. اذا كان في مدرب مصر ربنا يوفقه، اذا كان في مدرب اجنبي ربنا يوفقه كلنا. طب شايف شايف مش عشان حضرتك مدرب مصري او حضرتك في دايره الاهتمامات، لكن شايف المدرب المصري هو الاحسن ولا المدرب الاجنبي في فضل؟ لا لو المدرب المصري احسن لو هم جابوا الصح. اوكي. خلي بالك من الكلمه اللي انا بقولها، لو هم جابوا الصح. فانا بقول اجنبي ليه؟ انا عارف ان هم مش هيجيبوا الصح. هو في وقت دلوقتي ان احنا نختار غلط كمان؟ يعني بعد الازمات ممكن اللي حصلت في اتحاد الكوره انت عندك وقت اولا انك تختار صح. عندك وقت. مش عشان بطولة لسه شغال. عندي عقل ان انا اختار صح. ما هو خلي بالك انا ممكن اختار في ثلاث دقائق، ممكن اختار في سنه غلط. بص يا بيه، لو انت عاوز مدرب مصري فيه بس اختار الصح. تمام. خلصنا، مش هم بقى اثنين ثلاثه اللي بيدوروا والدنيا. طب مين اللي بيختار يا كابتن ربيع؟ مين اللي بيختار؟ معرفش اللي هيختار بقى ان شاء الله. لا يختار. لو انت مش هتختار صح، عشان انا برضو انا افضل مدرب اجنبي كبير، اسم كبير، نجم كبير، محقق في افريقيا اسم وعارف افريقيا اكبر من اللاعب. انت مشكلتك للسنين القادمه يا كابتن ميدو في مع الاجيال دي انك تجيب نجم كبير اكبر من اللاعب، نجم تحترمه وتقدره واللعيبه تخاف منه، لان اللعيبه دلوقتي الاجيال دي غير 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 مع احترامي الشديد. طب خليني اتكلم معاك في جزئيه ونرجع نتكلم فضل. في كلام حضرتك تاني، موضوع المدرب الملم بافريقيا، هل النقطه دي مهمه؟ طبعا. ليه يا كابتن ربيع؟ لا عشان انت خلي بالك انا بصراحه انا ضده، بس لا. انا عايز اعرف من حضرتك ليه؟ لان هو خلي بالك افريقيا يا كابتن، انت عارف افريقيا ليها اجواء وليها امكانيات وليها قدرات خاصه، خد بالك، وليها حاجات كثيره جدا. انت النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي قعد فتره في السبعينات بيخرج من الادوار الاولى والثانيه، ما كانش بيوصل لحد ما بدا يحفظ، يبقى عنده قدرات خاصه، عنده مدرب عبقري، عنده اداره خططت، عنده اختيارات، عنده مشينا وبفضل الله تعالى عنده جمهور مشيت. هو ده الصح. افريقيا غير اي حد دلوقتي، افريقيا اتغيرت، افريقيا اتطورت، كان زمان برضو ممكن، واخد بالك. النهارده افريقيا على كل الاجناب يعني على المستوى البدني تلاقيهم كويسين، على المستوى المهاري النهارده زادوا وطوروا المهاري، خلي بالك من حته المهاري، لان احنا نتعب من المهاري، المهاره بالمهاره. طب ما انا اجيب مدرب يا كابتن يطور لي كل حاجه، اجيب مدرب يخليني انا منتخب عالمي مش منتخب افريقي بس. طب ما ده اللي بنقوله، انا بكلمك ان افريقيا زادت يعني. تمام. وبعد كده انت هتجيب العالمي عشان يطور لك زي ما حضرتك بتقول. وبعدين خش على الجوانب الخططيه اللي هي بتاع المدربين، بقى يجيبوا مدربين على مين دلوقتي؟ يعني هم في افريقيا
كانوا بيعتمدوا على مدربين على القد. دلوقتي بص الاسماء الكبيره دي فرقت، عشان كده بنين خرجت المغرب كانت واقفه صح، تمام، عشان كده موريشيوس بص نفسه لحد الاخر، تمام. عشان كده الاسماء الصغيره بقت تشوف اوغندا تعبونا وبيقدموا كوره جميله عشان معاهم مدرب كبير. فانا من هنا بقول لك خلي بالك افريقيا اتغيرت، انت بقى محتاج مدرب دارس افريقيا، شايف يعرف يتعامل، يعرف يختار الشكل ده هو اللي هيلعب له في افريقيا، وهو مع التدريب الاختيارات مع التدريب الاثنين، تمام، اللاعب مع المدرب تقدر تشتغل بيه افريقيا، تمام. عشان كده بقول لك دايس في افريقيا، دارس نجم، حقق بطولات، عنده خبرات، كل المواقف مرت عليه، تمام. فخلاص الراجل عارف يعني ايه افريقيا، تمام. والداخل غير الخارج. لو قلت لك ترشح اسماء مش بعينها، ترشح كم اسم؟ اجنبي ولا مصري؟ لا ورشح مصري ليه؟ ما رشح عشان انا ما رشحش. لا انا مش بقول لك اسماء يا كابتن. لو اقول لك تعدلي كم مصري؟ واحد ممكن يدخل في دايره الاهتمامات الصحيحه؟ كم واحد مش كم اسم؟ طب خلاص يعني ما محتاجه تفكير، ما انا محتاج خلي بالك برضو ما اقولش رقم وخلاص، ما انا ممكن اقول لك يعني بحتاج ان افكر بالزبط. عشان ما اظلمش بالظبط، وبرضو وفي نفس الوقت لما اقعد ادرس الفنيات واقعد الخبرات واخد الاداريات واخد الشخصيه هتحتاج وقت، فسيب من السؤال ده عشان ما اظلمش حد. ممكن اقول لك ثلاثه هم خمسه، ممكن اقول لك سبعه هم ثلاثه، لان لازم ادرس. انت لو قلت لي رد عليا في السؤال ده بكره هقعد النهارده طول الليل هذاكر لك كل المدربين وارجع الماضي بتاعهم وارجع النتائج. بس انا حضرتك مذاكر كل حاجه. ما لازم اذاكر عشان ما اظلمش، عشان ما انا عشان كده بسالك السؤال. لازم اذاكر وانا عارف ان حضرتك عشان قصدي الرد يبقى بعدل الله. احنا في الدنيا عشان سنوت هو العدل، تمام، فقصدي ما اقولش حاجه وخلاص. يعني عندنا اكتر من ثلاثه مثلا؟ طب بصراحه انا بساعدك. بلاش عندنا اكتر من ثلاثه يديروا منتخب مصر؟ عندنا احنا عندنا من حق ال 18 مدير فني بتوع الدوري الجمهوريه ان احنا نرشحهم، هم كلهم مدربين كبار وكل واحد عندنا مدربين كتير جدا هايلين على اعلى مستوى، بس المشكله ان احنا يعني بنشتغل في 3 4 نخرج مش عارف ايه برضه هم 3 4 كالعاده. لا انا بتكلم مش بتكلم في 3 4 بعينهم، انا بتكلم في اختيارات. يعني عندنا مثلا 10 مش هم 3 4 اللي بتنقلوا في نادي، لا انا بتكلم في عندنا 10 ممكن اختار من 10 3 ايا كان مين هم. عندنا 18 مدير فني في الدوري الممتاز ومعاهم مدرب اسمه ربيع ياسين، دول ال 19 يختاروا منهم اي واحد. انا عشان كده قلت لك ثالث. نفسنا يكون عندنا منتخب قوي، لان انا دايما بقول يا كابتن ربيع ان هو نجيب بس حد يحسن الاختيار، يكون عنده درايه باللعيب المصري فعلا، اللعيب اللي يفيده، اللعيب اللي يفيد المنتخب، اللعيب اللي يلعب فعلا في المنتخب. دي اهم حاجه، ان نجيب اللي بيحسن الاختيار. انت دلوقتي انا قلت لك كلمه، انت محتاج مدرب بشخصيه مش قوي وامين اكيد فني. شكرا خلاص أكيد. بس حط دول بقى الثلاث. يا رب يا رب يا رب يا رب، انا مش عايز اقول يعني يا رب ان شاء الله يحسن الاختيار ان شاء الله باذن الله باذن الله. بس تفتكر الاختيار يبقى فردي ولا زي ما حضرتك بتقول لجنه وتشاور احسن؟ لا لجنه فنيه على اعلى مستوى مش كده؟ طبعا. مش عايز اقول لك مين اللجنه دي لو ترشح. لا اللجنه تضم اسماء كبيره جدا بتحب مصر على قدر كبير جدا، مسؤوليه وطنيه، ثقافه نجوميه، ما يخافوش، فنيات بيفهموا بيعرفوا. مثلا اقول لو في لجنه فيها مثلا كابتن حسن شحاته، لجنه فيها كابتن محمود الخطيب، لجنه فيها كابتن فاروق جعفر، لجنه فيها مثلا دكتور عماره، ما هو حاجه جميله جدا. وقدم في ناس ما شاء الله على المستوى الاداري والفني كبير جدا يميدوا في مصر، بس نقعد نفكر في الاسماء. خد بالك لجنه هتلاقي، انا بس يمكن قلت الاسماء، ان فيها اسماء كبيره جدا في مصر على اعلى مستوى، تقعد تفكر وتبحث وتنتج وتجتمع بيها، ومره واثنين وساعه واثنين وعشره وثلاثه. ده الكابتن صالح في الثمانينات لما كان بيجيب مدرب للنادي الاهلي، الصفات كانت بتاع المدربين الاهلي بتبقى كده، مش بسهوله يختار النادي ده اللي انا اقصده. فلجنه تقعد، اللجنه احنا عندنا في مصر ناس اسماء في كل مصر، مش في الاهلي، في الاهلي وفي الزمالك وفي الاسماعيلي، اسماء كبيره جدا. ده انا قلت لك ثلاث اربع اسماء. فلجنه في الاعلام من الاعلاميين، لجنه من الاخوه المثقفين. ايه المشكله؟ ممكن واحد من بعيد مثقف بيفهم في الكوره 10 يقعد في اللجنه يقول لهم والله انا ممكن اختار. هي كده يا ميدو. فنعمل لجنه كبيره على اعلى مستوى، على اعلى مستوى، واخد بالك؟ هتلاقي ان شاء الله باذن الله نوصل للي احنا عاوزينه بمشيئه الله تعالى. يا رب يا رب. ماشي، نرجع تاني للدوري وشكل الدوري في تخيل الكابتن الكبير ربيع ياسين السنه الجايه، شكله هيبقى عامل ازاي؟ المنافسه فيها تبقى عامله ازاي؟ هيبقى قوي طبعا جدا.
بيراميدز بيعمل، كل الانديه دلوقتي بيعمل كله بيدعم، مفيش كلام وكله بيدعم وكله دعم خلاص، وبدا فتره الاعداد وبدا ماتشاته هيبقى قوي جدا. هو الدوري بتاعنا قوي بس على فترات كبيره بيتاجل، على فترات ليه بيروح بعيد ويهدى وبيتفرق طول الاسبوع، فعشان كده الناس مش حاسه بالدوري. كان زمان بنحس الدوري كل الدوري في يوم الجمعه، كل الدوري يوم الاحد، كل الدوري كل، هو ده الفارق. انما الدوري المصري المفروض انه دوري قوي، لكن احنا عاوزين برضو الاعلام بدوره، الاجهزه الفنيه بدورها، ان تعرف ان الدوري لابد ان يكون ممتع، ان ماتش الكوره مش ثلاث نقاط. احنا نسينا الفتره الاخيره لان برضو الخبرات مش موجوده بشكل كبير، كنا بندور على ثلاث نقاط عشان اقعد في الدوري، ثلاث نقاط عشان ابقى في الوسط، ثلاث نقاط عشان اخد مركز رابع، ثلاث نقاط عشان، لكن نسينا سير المباراه. نفكر في سير المباراه، لازم المدربين يفكروا في سير المباراه الفني، المتعه، الاهداف بتتصنع ازاي، بوصل ازاي بعد المباراه، حاجات كتيره جدا. انا بشتري احسن اللعيبه واغلى اللعيبه وامهر اللعيبه عشان، وبدي فلوس كتيره عشان نشوف دوري قوي، عشان نشوف متعه. كره القدم ليه المدرجات اتملت يا ميلو يا ميدو؟ ليه اتملت المدرجات؟ عشان المتعه، عشان اللعبه الحلوه بالزبط. عشان وعشان وعشان، وفي بالزبط. الاخر بتسجل وتجيب اهداف، هي دي. فنفسنا نشوف مع المتعه تصرفات وسلوكيات واخلاقيات وانتماء وحب ورضا وحاجات كتيره جدا، وروح رياضيه عاليه جدا، هو ده. فالدوري محتاج حاجات، لكن الدوري المصري من وجهه نظري قوي جدا، ان فيه الموهبه وفي المصنوع وفي جيد وفي الدوري. ما ينفعش 100 مليون ما يقدموش دوري كويس، يقدموا بس بشرط، بشروط الاتحاد، بشروط المسابقه باذن الله تعالى، باجتهاد المدربين مع اللعيب. انا نفسي اشوف المدرب يشتغل مع اللعيب ويتعب يا ميتو، يتعب يتعب يتعب، لان احنا عندنا مشاكل فنيه خلال سير المباراه، ده اللي انا اقصده، لازم تطلعها طبعا طبعا، مهمة جدا طبعاً. انت لعيب ومدرب فاهم، انا فاهم مشاكل فنية، مشاكل فنية بيشوفها المشاهد العادي، فدي مشكلة كبيرة. ده شغل مدرب، امال ليه المدرب ياخد 500,000؟ ليه المدرب ياخد عشان يروح 100 دقيقة في اليوم؟ ده عشان انا اصلي الفجر اكون في النادي، والعشاء اتأذن اخرج من النادي. هو ده شغل مدرب المجازف في مصر، اقعد اجيب اللعيبة واحفظ واذكر وانيمه وامرنه عشان وشكرا. ده وجهه نظري انا، فلوس كتير بس محترف، هو ده الاحتراف المفروض يبقى عندنا فعلا. فعلا مع حضرتك جدا يعني. كمان زي ما حضرتك بتتكلم في بيراميدز جابوا مدرب بمواصفات عاليه شويه، صبر قدم وعمل مع اوغندا في 2017، مع الاسماعيلي كمان عامل شكل، وبرده في البطوله دي عمل شكل بالظبط، وعمل نتائج ووصل يعني باوغندا بالظبط، ده ونجم عنده فنيات وشكله كويس وشكله مدرب رائع بصراحه. كلنا اجمعنا من 2017 انه ليه بصمه فنيه، ده المدرب. انت ممكن تعمل بصمه فنيه وفريقك بقى قليل يخرج او بقى قليل يمشي، لكن ليه بصمه، بس لو لقى قدرات اكتر وامكانيات بفريق ممكن يوصل بقى ويعدي ده اللي بتكلم فيه، ان هو عنده الامكانيات وعنده الفرقه، عنده الدعم اللي عنده. هو عايزه بيعمل فرقه قويه، اقنعنا يعني، اقنع المصريين لما قابلناه مرتين، شبناه تقريبا في 2017 بالظبط، وادي 2018 جابونا 2019. هو مدرب، وحتى خلي بالك ده كسب منتخب مصر في الكاس، وصلنا كاس العالم 2018 يعني، كسبنا في اوغندا خد بالك قبل ما نروح كاس العالم. فقدم بطوله، قدم بطوله، وهو مدرب كويس، وواضح ان هو عنده قدرات هايله يعني في التدريب يعني. اكيد اروح بيك برضو في مشكله الترجي والوداد، وشايف المشكله تخلص على ايه؟ المحكمه الرياضيه قالت المباراه مش هتعاد، بعد ما الترجي طلب المحكمه الرياضيه ان هو يبقى بطل افريقيا، قالت المباراه مش هتعاد، وحال القضيه تاني للاتحاد الافريقي، للجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي. لجنه الانضباط المفروض ان هي في خلال اليومين اللي جايين لازم تطلع قرار، لان خلاص في كاس عالم الانديه، في كاس سوبر، لازم يبقى في بطل. لا، وجهه نظري انها تتعاد، لان الفريق المغربي اتظلم، اتظلم، وانا قلت هتتعاد. ما ينفعش النهارده يحصل ظلم بالشكل ده في بطوله كبيره جدا، وعلق نتيجه عشان وعشان وعشان وعشان. نهائي افريقي لازم يكون العدل، كل العدل، وفي نفس الوقت الفريق المغربي اتظلم. انا من وجهه نظري ان لازم المباراه تتعاد عشان نحسب القضيه دي، ده وجهه نظري. وانا قلت قبل ما يطلع قرار الاتحاد الافريقي قال انها تتعاد، هي ما تعادلتش لحد دلوقتي. لا، لازم تتعاد عشان كان فيها كمان المحكمه الرياضيه قالت لا مش هتعاد، وحاله القضيه تاني للاتحاد الافريقي، للجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي. لا، انا وجهه نظري العدل يخليها تتعاد، ممكن في مكان معين او ممكن بنظام تاني، لكن تتعاد، لان عشان برضو انا شايف ان كان فيها ظلم في الماتش الاولاني. سمعت تصريحات رئيس الوداد يا كابتن؟ انا بس بتكلم كده مع الساده المشاهدين عشان يعرفوا
ان كانت في حاجات بتحصل احنا مش فاهمينها ومش عارفينها. لما كان بيقول اصلا انا نزلت عشان اشوف الفار ومش عارف مين قال لي احنا هنديك افريقيا السنه اللي جايه، الكلام ده ممكن يبقى منطقي فعلا؟ الكلام ده يعني الراجل كان بيتكلم كلام بمنتهى الثقه. والله احنا ما كناش معاه، لكن كل شيء ممكن، يعني كل شيء ممكن. يعني في ناس كده اللي هو عديها وممكن نعمل كذا وممكن نعمل كذا يعني عيد. وخلي بالك برضو احنا الاونه الاخيره برضو التحكيم كان عليه علامات استفهام، التحكيم الافريقي تحديدا يا كابتن رضا. ممكن يصفق حاجات كتيره جدا، لان انت برضو انا شايف ان الادارات بعكس زمان برضو الادارات كانت قويه جدا. مجالس الادارات او الادارات عموما او اي اداره في اي مكان بالنسبه للمنظومه والكوره كان بيبقى قوي جدا جدا. فممكن تلاقي عضو مجلس اداره دخل باي حاجه، دخل مش عارف بمساعدات، وارد، بس احنا ما نعرفش ايه اللي تم، لكن وارد. لكن انت بتقول ان المباراه لازم تعاد. تعاد وجهه نظري. العدل. العدل. انا شفت الفريق لان اتظلم، فريق اتظلم. وبعدين انت ازاي حد يعني تقنيه النهارده بتفصل ليه؟ ما هي العدل. هي العدل مش شغاله. طب اذا كان العدل مش زي العدل مش شغال يبقى هتحكم عليا؟ وبعدين انا جبت، لا ما ينفعش، ده وجهه نظري. انا حط هدف ما فيهوش حاجه. واخد بالك؟ تقول لي تروح تلاقيها عطلانه، هي ما عطلتش الا النهارده. طب وانتوا مش عارفين من امبارح انها مش هتبقى عطلانه وانتوا بتجهزوها؟ لا لا لا، الدنيا مش كده خالص. والغريبه برضو المحكمه الدوليه الغت قرار الاتحاد الافريقي بعد المباراه. يعني المحكمه الدوليه يعني مثلا ما ممكن يكون المحكمه الرياضيه، مش المحكمه الدوليه، المحكمه الرياضيه، اسف، الرياضيه يعني مش شرط يعني. محكمه الكاس. ممكن احنا ما نعرفش ظروف ايه وحيساتهم ايه واعتمدوا على ايه. اكيد بيبقى في تقارير فنيه للترجي وتقارير فنيه للفريق المغربي وتقارير فنيه للحكم وتقارير. يعني وجود الفار اساسا او ان هو يبقى يحصل عطل في الفار دي كارثه في حد ذاتها. لا ما ينفعش. فما تفهمش هم اعتمدوا على ايه؟ بدل جبناها وهي الفيصل بامر الله تعالى في نهائي، وده بتصريح من اتحاد دولة اتحاد افريقي، لازم يبقى شغال يا ميدو. ما ينفعش، ده تهريج. فاللي اقصده ان هي الحيثيات بتعتمد بقى على التقارير، تقارير 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 تقارير، وبعدين بيحكموا هم استندوا ليه. انا ما اعرفش طبعا، دي حاجاتهم. يعني اخر سؤال يا كابتن ربيع، عايز اساله لك، طموحاتك الشخصيه في تدريب منتخب الشباب منتخب مصر؟ وانا هقول لك طموحاتي زي التدريب. وبعدين هو الانسان طول ما موجود يا كابتن عنده طموحات. انا مش شغال ليه عشان، لكن الطموح اللي هو بقى الاهم والافضل والاحسن ان انا يبقى ربنا راضي عني، بس ده طموحي الافضل والاحسن والدول لازم اقوله. انما اقول لك مثلا لما انا امسك منتخب، طب ما طموحي اكيد ان انا عاوز امسك منتخب اول، طموحي امسك النادي الاهلي، طموحي امسك طموح. ما هو طموحك انت طبعا. ايه كلنا عندنا طموح، هو الطموح ده محدود، انت بتحاول. هو لكن خلينا في الطموح الاهم. أكيد إن ربنا يحسن لنا الختام ونخش الجنة إن شاء الله. يا رب يا كابتن. يا رب. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا ميدو. ودايما بتنورني وتشرفني، ودايما طبعا بكون سعيد جدا وحضرتك معايا. الله يخليك يا حبيبي، أشكرك. ويا رب يا رب أشوفك يعني في أحسن أماكن، الأماكن اللي حضرتك بتتمناها، وإن شاء الله تكون عند حسن ظننا كلنا. أشكرك كابتن ميدو، وبشكر طبعا الدكتور محمد العدل الأخ الفاضل وكل الإخوة القائمين على القناة، وبشكرك طبعا. ودايما قناه متقدمه وفي تفوق الظهر دايما باذن الله تعالى ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. شكرا جدا يا كابتن. شكرا كابتن. شكرا. بعد الفاصل هيكون معايا الصحفي الاهلاوي الكبير الاستاذ نبيل عمر، استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، منورني ومشرفني الكاتب الصحفي الكبير الاهلاوي الاستاذ نبيل عمر، منور الدنيا. لا نورك ونور قناه الاهلي. ربنا يخليك. انا نورت اكتر، بتنور كل سنه. طبعا بتنور على طول طبعا. ربنا رب يبارك لها يعني المره المليون. طبعا دوري ال 41 كمان مبروك. طبعا مبروك الاهلي الدوري الصعب ده اللي كل الناس كانوا بيقولوا انه بعيد تماما. مش كل الناس، الناس اللي مش اهلاويه يعني. النادي الاهلي. لأن ناس كتيرة ما كانتش شايفة الجدول صح، وكانت مش شايفة الأزمة صح، أو مش رصد الوضع صح، ودي مسألة غريبة جدا بما فيهم كرويين. يعني هم يعني حسبوا الموسم كما لو كان خط مستقيم. الموسم لم يكن خط مستقيم، ما في مطبات وفي ملفات وفي كباري وفي انفاق، في حاجات كثيره جدا طبعا. لكن هو اما جه حسب مع البدايات وتعثر الاهلي، تصور ان المساله على خط على
خط ممتد ما خدش باله ان الدنيا ان البيئه اللي لعب فيها كل فريق هتختلف بالتدريج. يعني كل ظرف، الظرف اللي كان بيلعب فيه الاهلي في اول السيزون هو بيلعب في بطوله افريقيا وبطوله العربيه ودوري المصري، بينما الزمالك بيلعب دوري مصري فقط وبطوله عربيه، هتختلف تماما لما العكس يحصل، لما الزمالك يلعب دوري وبطوله افريقيا والاهلي يلعب بطوله الدوري بس. فالبيئه تتغير، لما البيئه تتغير المعطيات بتتغير النتائج بتتغير. بالظبط. وهم الغريب في المساله ان اي حد عنده ريفيجن او رؤيه ويتحدى ويقول لك فلان هياخد الدوري، فلان هياخد الكاس، فلان هياخد الكره الذهبيه، بيعمل حسابات كتير قوي عشان يقدر يقول الكلام ده. بيعمل حسابات كتير قوي. ما تبقاش الحسابات السطحيه. فالواحد يندهش جدا من ناس يفترض وانا بكرر كلمه يفترض انهم بيفهموا او لعبوا او مارسوا اللعبه دي وعاشوها او حتى بيتابعوا الدوريات الاوروبيه. يعني دورتموند كان سابق بايرن ميونخ بسبع ثمان نقط وبيسالوني قلت لهم بايرن ميونخ هياخد الدوري. للاسباب التاليه، 1 2 3 4 تمام. قلت لهم الدكه بتاعت بايرن ميونخ اعلى من دكه دورتموند. وبالتالي هيبقى فرصه ودورتموند اكتر هم 11 لعيب. لو خرج منهم واحد الفرقه هتقص. وده اللي حصل. لدرجه ان بايرن ميونخ كسب دورتموند في المقابله المواجهه المباشره 5-0. جميل. فبرضه حساباتها كده مع الاهلي، اما الاهلي كان مضغوط وكان عنده اصابات كثيره جدا، هم الناس حسبت ان الاهلي هيفضل مضغوط وعنده اصابات وهتفضل الاصابات موجوده، وان التدعيمات اللي هتيجي في يناير قد تساعد شويه تحسن النتيجه. على راي الناقد هو طبعا مش شهير عشان بس ما ندلوش اكتر من حقه، يعني الاهلي انا سعيد ان الاهلي مش هينافس على الهبوط وبيلعب في المنطقة الدافية. طبعا مؤكد انه لم يرى كرة، انا رأيي انه لم يرى كرة قدم في حياته، وانه ما شافش فرق وما تابعش دوريات، لانه ما بيناقش معطيات كل اللي حواليه. هقول لك احصائية وانا جاي كده، جاي من اول السيزون لنهاية يناير دي 6 شهور وشوية، لعب فيها الاهلي 16 مباراه والزمالك لعب 18 مباراه. الزمالك جاب 45 نقطه والاهلي جاب 33 نقطه. من نهايه فبراير لدلوقتي 6 شهور وشويه. يعني انا حسبت نفسي بالمده، يعني مش بعدد المباريات بس بالمده الفتره. العكس حصل. الزمالك لعب 18 مباراة والأهلي، الزمالك لعب 16 مباراة والأهلي لعب 18 مباراة. الأهلي جاب 47 نقطة والزمالك جاب 27 نقطة. أما أجي أحسب هلاقي الأهلي متفوق في المرتين. بالظبط. لما الاثنين كانوا 16 الأهلي 27 مقابل 33، ده فرق 6 نقط. لما لعبوا 18 الاهلي 47 والزمالك 45، اي فرق نقطتين، 6 زائد 6 زائد 2 اللي هم عملوا 8 نقط. دي حسبه ما حدش حسبها، يعني احد ما حدش قاعد مع نفسه يحسب. هو طبعا اكتر خساره للزمالك حصلت هو بيلعب كونفدراليه وبيلعب دوري، لما بدا يبقى في اجهاد، ضغط مباريات على اللعيبه اللي كان الاهلي بيطالب بيه، اللي الاهلي كان بيعاني منها في اول السيزون لما خسر من المقاولين وخسر من اتحاد اسكندريه. فكانت الناس بتهلل ومش فاهمه انها هتقع في نفس الظرف. وفي حاجه من الحاجات الطريفه جدا، اما الاهلي نادى ان الدوري يخلص في ميعاده الناس اعترضوا على اساس ان فرجاني ساسي يلعب، فخسروا جنش. في حد ما بياخدش باله من لعبه القدر،
انت ما تقدرش تتحكم في كل الظروف. انت ما تقدرش تتحكم، وانت عندك مدرب بتاعك كان لازم المدرب اللي هو بدا السيزون كان لازم يكمل لحد ما ينهي السيزون. ومن الظلم ان اكلف واحد في اخر ثلاث مباريات في السيزون او الرابع اربع مباريات واقول له ايه؟ انت مسؤول عن التيم، لانه مش هيقدر يكون افكار عامه ومختلفه ويغير. انا ما اقدرش اغير تكتيك فريق في اربع مباريات ولا تكوينه فريق في اربع مباريات. عشان كده اتقال الله، ما هو وقع في نفس اخطاء جروس اللي كنت، دي الكلام اللي كنت بسمعه. ما حدش يقدر يغير تيم في اخر سيزون. والله كل واحد في العالم، انا قصدي ده موجود في الدنيا كله يعني. يعني ده طب تعالى يعني تعالى دي افكار بس بسيطه كده احب اقولها. تعالى نروح للجانب الاخر بقى، الثقل. يعني حضرتك كنت بتتكلم على الجانب اللي بيقول الاهلي بعيد جدا والاهلي مش هياخد الدوري وانا براهن وانا بعمل والاهلي مش عارف ايه، الكلام اللي حضرتك سمعته زي ما سمعناه. تعالى نروح للجانب الثاني والثقه المتناهيه في الاهلاويه اللي هو بيقول لك احنا هناخد الدوري ان شاء الله. هو طبعا دي 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 عاده اهلاويه في الحقيقه، او دي من تقاليد النادي الاهلي اللي هي فكره انت مش بتحرز جونك في دقيقه 92 بالظبط، وحصلت اكتر من، على فكره ما شاء الله، اكتر من 50 مره ما شاء الله. يعني عدد المباريات المصريه اللي انت انهيتها كانت بعد الدقيقه 90، بعد الدقيقه 90 او في او يعني أو في الدقيقه 90 في الفتره الحرجه او الوقت الحرج من المباراه كتير، في بطولات كتيره جدا بما فيها كاسات ودوريات قبل ال 30 ل 40 سنه الاخيره بالمناسبه. بالزبط. يعني الحكايه مش مرتبطه بال 30 سنه الاخيره زي ما ناس كتيره، لا ده في التراث اللي حصل في الخمسينات يعني. وبالتالي دي قيم وتراث، ففي تراث. فانا طول الوقت بقول انا هكسب حتى في الوقت الحرج، فده تراث الاهلي بيمارسه طول الوقت. وبالتالي لم يكن غريبا انه يقال ان انا هكسب. وانا عجبتني كلمه مش فاكر سمعتها من مين، وهي مش بتاعتي في الحقيقه، ان حتى لو كانت لعيبه الاهلي في لحظه ما قلقت من فكره مكسب الدوري، لكن الجمهور نفسه، جمهور الاهلي نفسه كان واثق انه هيكسب الدوري، ونقل هذا الاحساس للعيبه تاني، رجع هذا الاحساس للعيبه تاني فصدقوه. يعني الجمهور ما كانش بيدفعهم من باب الوهم، لا الجمهور كان مصدق، ولما صدق نقل الاحساس ده للاعبيه فصدقوا فيه فكسبوا الدوري. بينما كان في تشكيك طول الوقت في الجانب الاخر، قلق. فده اللي حصل، اللي حصل في الملعب. فده تراث اهلي، ده تراث تقليد متوارثه في اللعيبه، فرق ناشئين، فرق كبار، في الاداره، في الجمهور دايما. يعني انا فاكر في مباريات كثيره جدا تبقى قاعد مستني دقيقه 90 لما يبقى الماتش متأزم عشان تشوف ايه اللي هيحصل في الخمس دقائق الاخيره. يعني ايه؟ لان هي دي شخصيه، دي ده جزء من سمات النادي، جزء من سمات الاهلي. اقول لك احصائيه غريبه جدا، الاهلي من اكبر 10 حاصلين على الدوري في العالم. تمام. الاهلي رقم، هو رقم 9 هو رقم واحد على العالم اذا حسبناه من سنه 48 من اول تنظيم الدوري المصري، لان انا ما اقدرش احاسب الدوري على الدوري الاسكتلندي اللي بدا في نهايه القرن التاسع عشر، او الدوري بتاع ايرلندا الشماليه اللي بدا برضه في نهايه القرن التاسع عشر. المقارنه تامه، في 50 سنه فرق ما بين الاهلي والانديه الاعلى منه انشائيا، الاعلى منه في عدد مرات الفوز بالدوري في العالم. لكن انا لو ثبتت السنه اللي هي سنه 1948 اول ما بدا الدوري المصري، الاهلي رقم واحد في العالم في الدوري، مفيش فرقه في العالم من 48 ل 9 ل 2019 حصلت على الدوري 41 مره على الاطلاق. حتى اصدقائي الزملكاويه، وانا طبعا انا بحترم جدا
وما عنديش المعايره والتحفيل والكلام ده. يعني لان حضرتك عايز بغض النظر، لان في النهايه هي رياضه، والرياضه فيها منافسه وفيها محبه، يعني تجمع بين اثنين. عشان كده اما بتشوف تتفرج مثلا في ماتش تنس او ماتش ملاكمه، خد ماتش ملاكمه، اتنين لعيبه نازلين ضرب ضرب، انت بتتكلم بقى على ضرب حقيقي ببعض، وفي الاخر بيسلموا على بعض وبوسوا بعض، لا وبيحضنوا بعض بالظبط. هي دي الرياضه في تنس الطاولة او في التنس او التنس الارضي. لعيبه بتلعب تلاقي الفايز هو اللي بيجري، هو اللي بيجري على المهزوم يسلم عليه، ويسمح للمهزوم ان يسلم الاول، هو اللي يسلم الاول على حكم الكرسي. اه بالظبط. وبعدين هو يروح يسلم ويمشوا مع بعض. يعني عايز اقول الرياضه فيها منافسه وفيها محبه، ما فيهاش منافسه وغل او منافسه وكراهيه. ده طبعا الاخ، فانا زي اصحابي لما في طبعا في كلام الحكام ومش الحكام وحاجات زي كده، و12 حلال و41 حرام، فانا طبعا بضحك بقول لهم فعلا يا اخي احنا الحرام بتاعنا بادئ من بدري قوي. قال لي ازاي؟ قلت له تخيل واخد الدوري 48 و49 و50 و51 و52. قال لي اه. قلت له طبعا في بعد كده اربع سنين كمان اربع مرات ورا بعض. قال لي اه. قلت له تخيل ملك ثم ملك اخر، ملك فاروق ثم ابنه، اما تنزل عن العرش بقى ابنه هو الملك وجابوا وصي على العرش. تمام. وبعد كده تعلنت الجمهوريه فكان محمد نجيب رئيس جمهوريه. تمام، اول رئيس جمهوريه. ثم جمال عبد الناصر رئيس جمهوريه. فقلت له خلاص يعني شوف احنا ايه؟ اثنين ملوك واثنين رؤساء جمهوريات. وما كانش في فرقه ثانيه بتاخد الدوري غير الاهلي. تخيل يعني بتكلموا يعني هنعمل ايه تاني؟ ايه في ايه؟ طب انا موافق يا سيدي. يعني انا موافق يا سيدي، لكن بتتكلموا عن ايه؟ ما تيجي تكمل بقى. يعني في يعني عايز اقول حتى بقول لهم طول ما انتم ماسكين في الشماعه ما فيش مستقبل. بالظبط. اذا خلصتوا من الشماعه، اذا عرفتوا ترموا الشماعه يبقى ممكن تبقوا خلصتوا. ولسه بيتكلم بشكل عام يعني ما بتكلمش على حد بعينه يعني. انا بكلم بشكل عام. بالظبط بالظبط. تصريحات سيد عبد الحفيظ يا استاذ جميل كانت بتدي قوه للفريق ان هو فعلا هياخد. هو طبعا سيد لعب دور مهم في انه نقل الميزه في سيد ان نقل ثقته للاعبيه. بالظبط. يعني نقل ثقته للاعبيه. والمدهش او الجميل في مش المدهش الجميل انه كان يتحدث بثقه، يعني ايه؟ يعني تحس هو بيقول اما تيجي تتعامل مع الاهلي، الاهلي مش اي حد. وما تحلمش مع الاهلي على حلم ما تقدرش تحققه. لا ده حد بيتكلم بجد، مش بيقصد. في طبعا في بعض حاجات ما كنتش اوافق او بوافقه عليها، وده شيء طبيعي ان احنا نختلف، والاختلاف لا يفسد للود قضيه. لكن كان يعجبني هذا الاصرار وهذه الروح اللي لان لعيبته ما هتتفرج عليه وهو بيتكلم بالطريقه دي. لا يعني هذه الشرارة، لأن الحماس شرارة بتتنقل زي السعادة شرارة وزي التعاسة ما هي شرارة. تلاقي واحد عنده اكتئاب يقوم ناقل الاكتئاب للي حواليه، ده شيء طبيعي. وفي حد سعيد ينقل السعادة للناس اللي حواليه، عنده حماس ينقل الحماس للي حواليه، عنده كسل وبيلعب بتراخي أو بطريقة فردية تكتئب. وأنت أعتقد لعيب وعارف الحاجة دي، أما يبقى في حد حريب بينكم قوي وقرر انه يبقى صاحب الكوره، هتلاقي نفسكم انتوا نفسيا بتقلوا، نفسيا بتقلوا. بالظبط. فهي دي نفس عندك، لكن بتلاقي جنبك يعني انت جاي تكسل شويه فلقيت اللي جنبك مموت نفسه، بتتكسف وتروح حتى لو تعبان، بتلاقي نفسك بتعمل سبرنت عشان تلحق كوره وتمنع كوره تباصي كوره. فهو الحماس والكلام ده، فده دي 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 ميزه عظيمه جدا انك دايما تبقى متفائل. هو عنده ميزه كمان كويسه، انا لم ارى اما كان بيقول، يعني هو ما اتكلمش عن الاخرين بمحاوله تقليل من الاخر، هو كان بيكبر فرقته دون التقليل من الاخر. الاخرين طول الوقت مش بيكبروا فرقتهم بس،
لا بيقللوا من الاخر. هو ده اللي التقليل من الاخر بيعمل عندنا ايه؟ بيحسسني ان انا كسبت قبل ما اكسب فعلا. يعني انا ببقى خدت الدوري او خدت الماتش وانا لسه ما لعبتوش، فطبعا بخش بنزل المباراه. دي حاله عقليه. بمعنى ايه؟ انا لما بقنع عقلي ان الماتش سهل وان هكسب في اي وقت، عقلي بينظم كل تصرفاتي بناء على الفكره دي. طب انا نزلت الملعب العب لقيت الماتش صعب ما بعرفش ارجع. في ناس متخيله تقدر از نوت ترو، بس حسب العقليه اللي بتستقبل الكلام يا استاذ نبيل. حسب العقليه اللي بتستقبل الكلام طبعا. يعني انا ممكن استقبل الكلام بس انا عارف ان الدنيا، يعني انا عارف ان في ثقه هتجيلي، فانا اخد الثقه دي على محمل. انا فاهم قصد حضرتك. لا انا بتكلم ان الكلام ممكن يروح للمستقبل بشكل ويروح للمستقبل تاني بشكل اخر في نفس الشكل. حسب التراث. بالظبط. حسب التراث بالظبط اللي انا واللي متعود عليه واللي انا شايفه بالظبط. يعني هنا تراث مختلف وثقافه مختلفه. بالظبط وثقافه مختلفه. لكن حضرتك كنت بتتكلم ان حضرتك كنت مش متفق مع تصريحات كابتن سيد. انا يعني في حاجات ما كنتش احب. انا عندي ميزه. خليني اكمل لك سؤالي. بالرغم ان هو تعرض لكم ضغوطات رهيبه، لكن احنا برضو كنا بنقول ايه؟ معلش استحمل خلينا في شكلنا، مع انه لم يخرج عن النص. لا هو ما خرجش يعني عن النص. ما خرجش عن النص يعني. بس انا ايه؟ بس انا من انصار التجاهل. تمام. بمعنى ايه؟ انت عارف ايه؟ هو عباره قالها. في عباره هو قالها. انا الاهلي. هو قال كده. انا حضرتك راكب عربيتي وماشي. حد حدفني بالطوبه. انا معاك. وامشيت. انا لا يمكن، انا بتكلم عن نفسي، انا لا يمكن هنزل من العربيه ارد عليه. ايا كانت نوع الشتيمه. الشتيمه كان كتير قوي. تو ماتش. ما انا كانت مش تو ماتش بقى، كانت يعني ايه اللي بعد التو ماتش؟ لا طبعا طبعا، لان طبعا في حمايه. طالما سواء المساله ايه؟ طالما انا في حاجتين. طالما ان انا حاسس ان انا مش هتحاسب. تمام. فممكن انا بوصل لاخر القاتل. او انا محمي فبوصل لاخر المشوار في ده. لكن انا برضو مصر ان احنا لينا تقاليد. وتقاليد صارمة ومش ضعف بالمناسبة. خالص. نهائيا. لا لا لا. ولا نتصور. واحيانا الجمهور بيغضب ويقول لنا حق الاهلي، حق الاهلي، حق الاهلي في ان يحافظ الاهلي على تقاليده وقيمته. جميل جميل. ده حق الاهلي. جميل. تفضل كبير. يفضل كبير. بالظبط. والكبير بيتصرف على انه كبير، لو في حد صغير انا ما اقدرش انزل وابقى زيه. بالظبط. ده حاجة مهمة جدا في الاهلي لازم يتصرف. حد هو قرر ان يعمل ده هو حر. وربنا بيديلك في الاخر. يعني انا قصدي هو حر، هو عاوز يبقى ده هو حر. كل واحد يختار ما يشاء لنفسه. كل واحد ليه. يعني لان في النهايه انت عارف الانسان ايمج، صوره. انت صوره. يعني انا فاكر ان انا يعني كنت ساكن في شبرا، وساكن في حي الشعب طبعا في شبرا، وكان عندنا حد دايما بيضرب وبيتخانق ومش عارف ايه وبتاع، وكنا بنتجنبه. وحصل ان واحد منا يعني غضب فضربه مره، قدر عليه يعني، وده سهل يعني. لكن انا جيت قلت له علينا ان نتجنبه. ليه؟ لان دي سكه العنف، سواء عنف لفظي او عنف مادي، سكه ملهاش نهايه. اكيد. ملهاش نهايه. والعنف اللفظي والعنف البتاع لا يمارسه المحترمون. اكيد. او القوي. مفيش ما ده غير احنا بنسيب اي حد. ما تعرف زي فكره ايه؟ تقعد تكتب تويتات على طريقه كده النساء، او حد يكتب على صراحة. ده الجمهور، يعني الجمهور بيهزر مع بعض، يضحك مع بعض بتاع. لكن المسؤول مسؤول. المسؤول يظل مسؤول. فده أكيد. لكن بشكل عام طبعا انا بحيي سيد، يعني حتى لو مختلف في الجزء دي، لكن انا بحييه على الدور العظيم. فعلا عظيم. اللي هو فعلا عظيم. اللي هو عمله السنه دي، لانه قدر كمان ان يشال العبء نفسي عن لاعبيه. دي حقيقه. ده يعني وده مهم جدا.
وبيطمن الجمهور بثقه زي ما حضرتك بتتكلم، كانه شايف الاحداث، بيتكلم بثقه كبيره جدا، ثقه عاليه جدا ان هو فعلا الاهلي. فدي كانت حاجه لازم نحييه عليها فعلا. لكن اظرف حاجه انا شفتها بقى السنه دي، انت عارف احنا اصحابنا الزملكاويه بيقعدوا يهزروا على الفيسبوك او على في ناس منهم من اجمل ومن امل الناس. احنا لو خدنا الموضوع ان هو هزار، الموضوع هيبقى عادي جدا، عادي جدا، اصحابي جدا. وانا عايز اقول لك حاجه، وايه فنانين وصحفيين اصحابي، وايه بقى بنهزر ونضحك مع بعض كل ويعني لا، وهم طبعا في النهايه رياضه كوره بيجري وراها 22 لعيب عشان نستمتع ونفرح ونسعد، لكن مش عشان نحارب بعض. بالظبط. الفيديو مش عارف حضرتك شفته ولا لا، كان عرضه حد مشجع زملكاوي، كان جميل قوي بصراحه ودمه خفيف جدا، لما جه عند الدقيقه 90 وقعد، بص يا جماعه انا هصور لكم الفيديو، صور لايف الماتش، بصوا انا متاكد، هو بيقول انا متاكد ان الاهلي هيجيب جون دلوقتي، وبيصور الاهلي راح جايب جون. قال شفته، راح ماسك التليفون كسره في الاخر او رماه في الاخر. فبرضه انت كمان صدرت كمان للناس ان الاهلي هيجيب جون في الدقيقة 90. لا هم عايز اقول لك، لا هم جمهور مصر كله متعود على ده. يعني قصدي، يعني انا اقول لك، هو ماتش 4-3 الشهير تمام بتاع كاس مصر ده نموذج، ده انا بعتبر النموذج ده التجسيد الفعلي للاهلي. الاهلي متاخر طول المباراه بهدف ويتعادل ويتأخر ويتعادل ويتأخر ويتعادل، وقبل النهاية بدقيقتين تقريبا أو 3 دقايق بيجيبوا الجون وتنتهي المباراة، بنياخد الكاس. وكان فرقة المنافس وهو الزمالك كانت فرقة عظيمة جدا الحقيقة، يعني كانت بتلعب كورة وكانوا على أعلى مستوى ممكن. تمام. يعني انت ما تشوف الجون الاولاني اللي جابره عمرو زكي، ايه الروح القتاليه دي؟ يعني عمرو زكي جاي بيجري ورا الكوره سبرنت بجامب من نص الملعب، جاي صاروخ في الحقيقه، يعني بالزبط. لدرجه انا شخصيا كنت بتفرج على الماتش سقفت له، انا عجبني هذا الاصرار وهذه الروح. ايه ده؟ فده شيء. وجون شيكابالا جون جميل جدا، وجون جمال حمزه جون جميل جدا في الحقيقه، يعني وكان ماتش رائع جدا. فبقيت مبسوط من الجيم فيه. وبالمناسبه الجيم ده ما كانش فيه خناقات، يعني الماتش ده تحديدا اللي هم خناقات كوره، كان فيه كوره والناس كانت خرجت من الملعب. ده النموذج اللي انا بعتبره. وعايز اقول لك حاجه، حتى نماذج كثيره جدا في الستينات، وانا طبعا بتفرج على مباريات قديمه، عندي اصحابي عندهم مكتبات فيديو مسجلين عليها افلام وحاجات زي كده، تتفرج على المدرجات والملعب، حاجه تفرح وحاجه عظيمه جدا. احنا بس جاتنا شوطه التعصب والتطرف بسبب لاسباب كثيره، طبعا ده مش وقت كلامها، لكن انا رايي ان لو التزم المسؤولون في الرياضة المصرية في كل الأندية المصرية واحترموا معنى كلمة الرياضة، وإنها مش خناقة ولا كدنسة، أنا رأيي إن الجمهور هيهدى إلى حد ما. الجمهور هيدي والله، الدنيا بقت أجمل بكتير. لا ما هو أجمل، لكن ما أنت بتقعد تسخن بقى وتقعد يعني تقعد تقول كلام، يعني بسمع حاجات ينرفز. يعني مثلا انا اهلاوي او بتاع جمهور الاهلي، مش هتحمل النادي بتاعي ورئيس النادي بتاعي والناس تشتمه طول الوقت، مش كده؟ طبعا مش هتحمل ده، وشيء طبيعي ان انا في اي ماتش هشتم ورد. بس انت دورك عشان دورك دايما ريادي ودورك كبير، فبتضطر ان انت تسكت. مش لا بتضطر. لا ما هو انا ما أنا لا انا رافض تماما رافض تماما انت تدخل في حوارات، ان ده تدخل في حواراتنا. انا عندي قانون، بروح للقانون. القانون عاطل في هذه الفترة لأسباب خارج إرادتي، القانون خلال سنة هيبقى قادر إنه يعمل حساباته، مفيش مشكلة. لكن طالما أنا رفعت القضية وقدمت البلاغ، تعرف ده معناه إيه؟ إن أنا محتفظ بحقي في الحساب. بالظبط. عشان كده أنا دايما بثني على دور مجلس الإدارة، وبقول بصرف النظر إن إحنا خدنا دوري أو خدنا أي حاجة، لكن دورهم كان كبير قوي، إن هم استحملوا كل الضغوطات
وطلعوا بالنادي الاهلي كالعاده الى بر الامان ببطوله مميزه جدا زي ما كنا بنتكلم عليها، بطوله الدوري ال 41. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع الاستاذ الكبير جدا الاستاذ نبيل عمر. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه منورني ومشرفني ومعاكم في الاهلي ليله الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ نبيل عمر. بجد حال حضرتك؟ اهلا بيك. صفقات بيعلن عنها النادي الاهلي مجدي قفشه اخر صفقه قبل كده متولي، شايف الصفقات ماشيه في اللاعب المالي اكيد. انا بتكلم على اخر صفقتين تحديدا، واكيد طبعا اللاعب المالي طبعا صفقات النادي الاهلي بيدعم بيها في الاماكن اللي هو محتاجها فعلا. شايف ده المنطقي في كره القدم؟ يعني ده المنطقي؟ يعني انت هتلاقي، انا متابع الماركات الصيفي في الفرق الاوروبيه، تمام، عايز اعرف مين رايح فين ومين جاي منين وحاجات زي كده، لان انا في الحقيقه عايز اعرف، لان انا شايف ان ليفربول عشان ياخد الدوري، وده اللي يهمني بالدرجه الاولى، انه محتاج 2-3 لعيبه بكثير، فعايز اعرف هو هيجيب مين. هو جاب لاعب من فولهام، ولد صغير بس كويس. المهم يعني 3-4 واخد كاس اوروبا، يعني كل اوروبا 2 يعني الفرق الوحيده اللي ممكن يزيد فيها عدد الصفقات هي الفرق الصاعده من درجه لدرجه، من درجه لدرجه، تمام، لانه اللعيبه بتنقل من درجه لدرجه، فمحتاج خبرات لعبت في الدرجه دي، تمام، وتقدر تحافظ للفريق انه ما يرجعش ينزل للدرجه الادنى مره ثانيه، تمام. غير كده مفيش، انا ما سمعتش او ما اعرفش حد بيجيب 7 لعيبه او 8 لعيبه او 9 لعيبه في سيزون، او 15 او 15 دي ده عمل غير طبيعي وغير منطقي لأسباب كتيرة، لأن الانسجام، في ناس كتيرة ما بتاخدش بالها انك عشان تعمل انسجام او كوهيرنس في أداء لاعبيك محتاج تركيز قوي لفترة طويلة. بالظبط. في لعيبة معايا من السيزون اللي فات محقق الانسجام بينهم، عارفين بعض كويس، فما بضيف 2-3 عليهم بيبقى سهل انهم ينصهروا في التيم في فترة الإعداد، وخصوصا إن أنا بجيب مدرب جديد كمان، فلسه عليه إنه يكتشف اللعيبة ويكتشف مش عارف إيه ويعرف إيه. وبعدين أهم حاجة في أي مدرب هو الوصول للتوليفة السحرية. يعني كانت مشكلة الإصرار إيه اللي إحنا كانت ناس تقول لك المشكلة معاه في الأداء، إنه كانت مشكلة إنه خد وقت طويل انه يوصل للتوليفه السحريه، مع احترامي طبعا ليه وانا بشيله فوق راسي، لانه طبعا جه في وقت صعب وحاجات زي كده، وان كان لسه اللي هي التوليفه السحريه بنسبه 100% لسه ما حققهاش لاسباب كثيره. ان زي ما قلت لما بتيجي في وسط سيزون بتستلم لعيبه، اوعى تغير كل المنظومه، تبقى كارثه، فوق الفرقه تفك اكيد، فانت بتكمل على المنظومه وبتسد ثغرات بتاع بتظهر حاجات زي كده اكيد، لكن فكره انك بتكون منظومه سحريه جديده دي حدوته تانية، لان التوليفه دي هي اهم حاجه. يعني هو اهم، انا رايي يعني مهنه التدريب بفكره رفع اللياقه البدنيه، تدريب الخططي، تدريب النوعي، ممكن مدربين كتير تتقارب فيها، مع في فروق طبعا، لكن في حاجتين للمدربين العظام، التوليفة، ال 11 لعيب الأساسيين، والخمسة ستة سبعة اللي بيعاونوا هذا التيم، لأن التيم الكبير ما بيلعبش يعني اللي هو في أوروبا أكتر من 22 لاعب، ما فيش أكتر من كده، عشان يظل اللحمة بتاعت الفرقة متماسكه طول الوقت، تمام.
فاحنا واحنا بنعمل التعديلات الاهلي شاف انا عايز هاف ديفندر له مواصفات معينه وانا محتاج سيرتي باك لان كان عندي مشكله طول السيزون في سيرتي باك يعني ايمن اشرف عمل رايي ارفع له قبعه واقفله دور عظيم جدا وقاتل من طراز اول لكن قصر القامه فيها مشكله ملهاش علاقه بادائك الفردي لكن في صفات للسيرتي باك لازم تتوفر فيه يعني مع احترامي طبعا لاي يعني مثلا انا بفضل مثلا والمدربين كلهم مهاره السرعه والسرعه نوعين سرعه الجري وسرعه الاداء بيفضلوها عن مهاره الدريبل معظم المدربين الكبار ليه؟ لان وقت استغراق الهجمة عند فرقتي لما تبقى أقل في أضيق وقت ممكن ده معناه إن أنا عندي قدرة دائمة على مفاجأة المنافس. تمام. مفاجأة المنافس لأن طول ما المنافس بيعرف يرتب نفسه دفاعيًا عندك صعوبة في اختراق، عندك صعوبة في إحراز الأهداف. تمام. لكن طول ما أنا عندي قدرة على الاختراق بالمفاجأة عمل المفاجأة يبقى أنا عندي قدرة على الاختراق. تمام. وبالتالي الاهلي محتاج هاف ديفندر ليه مواصفات معينه، محتاج سيرتي باك ليه مواصفات معينه، محتاج لاعب في نص الملعب مهاجم خلف خط ليه مواصفات معينه. طبعا هو في ناس بتقول الاهلي عنده عدد كبير. بس احنا جربنا عدد الاصابات. والمنافسه حلوه حتى لو هم سلام منافسه جميله. ده المنافسه ضروريه مش بالزبط جميله. بالزبط. لا مش جميله. جميله ده طرف. المنافسه ضروريه. ده جزء من التكوين النفسي للفرقه. ان لا امان ولا مقعد ثابت ولا في الملعب لحد ايا كان اسمك انت في الملعب ما تؤديه مش اسم ما تؤديه في الملعب في تكتيك في خطه في بتاع غير زي كده تمام وفي انا رايي في لعيبه كبرت واجب اكرمها لكن تدي شانس او مساحه ايضا بشكل ما للاجيال الجديده عشان انا بستفيد من خبراتها في ضم الفريق في انه يبقى في وقت الزنقه اما اكون محتاج خبره في الملعب قائد. تحكم يبقى في عقل في الملعب يظبط الايقاع والريتم ممكن استعين بيه يعني قصدي اقول ان ده كويس فانا شايف ان الصفقات كويسه وهو بس في كلام عن راس حربه وبتاع يعني حتى لو ما جاش ما فيش انا مش شايف ان في مشكله يعني لان في جزء من صناعه اللعب في الاهلي في التهديف انا قصدي من صناعه اللعب والتهديف من الخطوط الخلفيه وانا من الاميل انا دايما بحب الفرق او بشوف الفرق اللي بتجيب اجوان اكتر من الخطوط من القادمون من الخلف بعتبر ده انجاز هايل وفيها شغل تدريب عالي جدا اللعيب الشادو لعيب الشادو اللي هو طبعا الظلال بالظبط يعني في حاجتين في العالم الظلال هي التي تحكم وتلعب في المخابرات وفي كره القدم بالظبط دي حقيقه عالم الظلال هنا وعالم الظلال هنا دول اللي بيسجلوا جوان بالظبط 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 ومطلوبين جدا كمان ولازم يكونوا اذكياء جدا عشان يعرفوا يروحوا يبغتوا وانا طبعا ببارك لمجدي قفشه هو لعيب كويس بس بقول له انك عليك انك تبذل انت عليك تبذل جهد كبير عشان تلاقي فرصتك انك مش كفايه انك تكون بتحب الاهلي بس انت بتحب الاهلي وقادر على بذل الجهد المضاعف لان اي وانت بتلعب سواء بتلعب في NBA او بتلعب في بيراميدز لا دي مساله مختلفه وانك تبقى ريلاكس جدا هو شخصيته كده تبقى ريلاكس جدا وما تتوترش خالص لا شخصيته مش عايز اقول لك اذا عملت كده هتلاقي مكانه وتقدر تبقى مفيد وطبعا انا ما اتفرجتش على اللاعب طبعا اعرف محمود متولي لكن انا ما اتفرجتش على اللاعب المالي وان كنت شفت فيديوهات كده لكن انا مش بؤمن بحكايه اللقطات الصغيره
لان عشان اعرف انت بتتحرك ازاي، لان في لعيبه انت ازاي يعني انت كهاف ديفندر انت بتتحرك ازاي امام سردين الباكات. طب لان انت احيانا الهاف ديفندر يؤدي ادوار اكتر من المطلوبه منه حتى في التدريب، يعني قصدي اللي بيقول عليها المدرب. ليه؟ لان هاف ديفندر اذا طول ما عنده فيجن لازم عنده فيجن للملعب، بمعنى طب الباك اليمين بتاعي متقدم والكوره اتقطع، فانا ممكن وانا مش واخد الواجبات دي بعملها يمين او شمال او ابقى حائط الصد الاولاني قدام سردين باك. يعني في حاجات كتيره جدا دي بتبان ما تبانش من لقطات. بالظبط تبان وانا بشوفه بيتحرك ازاي، وبالتالي انا ما اقدرش احكم عليه، لكن متاكد، انا متاكد طبعا اللي اتفرجوا عليه وشافوه حكموا طبعا، لان الاهلي هو شاطر في اختيارات، يعني في الغالب بنسبه كبيره جدا الاهلي طول عمره بيبقى شاطر في اختياراته. اكيد. وان كان في حاجات بس فهمه جات بالاكراه، يعني ما في لعيبه عظيمه جدا جدا في العالم كله نقلت من مكان لمكان، وهي كانت عظيمه في مكان، يعني مثلا يعني مش فاكر زي جرو مثلا اللي هو مهاجم ارسنال، انا عمري ما تخيلت انه هيروح تشيلسي، راح في تشيلسي جاب جون بكعبه، انا ما شفتوش يعني ما شفتش الجون ده من زمان، من يمكن من الاجوان النادره في حياتي. بالظبط. فما تقدرش تقدر تحكم حكم مطلق، لان الكره ما فيهاش مطلق، كلها نسبيه. صح، دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه. لكن خلينا نتكلم ان الاهلي دلوقتي عنده قوام مثالي ان هو يعني يتخطى كمان البطوله الافريقيه ان شاء الله، ان شاء الله، ويبقى يعني منافس قوي على البطوله النسخه اللي جايه. هو طبعا التغييرات يعني الاضافات اللي حصلت دي طبعا قوت الامل جدا، بقى العبء على الاهلي، لاعبي الاهلي في البطوله الافريقيه المره دي اكبر من اي سنه. ان لاعب الفاينل مرتين. بس في فاينل احنا خسرناه فعلي فعل. بغض النظر. طيب. لكن في النهايه ما خدش، لا انا يعني قصدي اقول ان الاخطاء وارده في كره القدم حتى في لا الفاينل. وارده بس ما تكونش متعمده بشكل يعني انا ما بقفش عندها كتير برضو. ماشي وانا برضو معاك بس انا ما بقفش عندها كتير. لكن العبء بقى اكبر، لان بقت انا باخده بالدوري اوكي، لكن انا رايي ان البطوله الاقليميه او الافريقيه هي بالنسبه لي ابقى مركز فيها قوي، يعني مركز فيها جامد اكيد، لان في كره القدم في حاجه مهمه جدا في كره القدم، لا شيء مضمون. يعني مثلا كابتن جمال عبد الحميد هو بيتكلم على ان انا في يوم 7 مارس سجلوا لي انا فلان لا مش هاخد الدوري، الزمالك هياخد الدوري. فالمذيع بمنتهى الاريحيه بيقول له انت ليه بتزنق نفسك؟ ما حد ده ما فيش حد في الدنيا على فكره، في الدنيا كلها. يعني انا ما اقدرش اقول لك انا الاهلي عمل الصفقات دي اقول لك الاهلي هياخد بطوله افريقيا. حتى لو كسب اول في الدوري المجموعات الست مباريات بتاعته رايح جاي. ست مباريات 3-0 و4-0 و5 عمري ما هقدر اقول لك الاهلي هياخد بطوله افريقيا. اقول لك هو الارجح الارجح تمام ان ياخد البطوله، لان خلال 90 دقيقه جوه المباراه في متغيرات كتير، في متغيرات كتير بتحصل. لان انت ممكن انت تخش المباراه تبقى بديه. بالظبط. حلها لي بقى. بالظبط بالظبط، مشكله كبيره. وانت عندك اعظم لعيبه في الدنيا، اكبر المشاكل. هو في حد يصدق ان برشلونه بميسي تخسر من ليفربول 4-0 في انفيلد؟ والله لو حتى جم قالوا حلفوا على ايه قبل الماتش واخدهم لا يوم، مستحيل طبعا. انا كنت من الناس دي بصراحه. وانا عندي ايه؟ عندي ميسي، ميسي ده حدوته يعني فرقه ده فرقه لوحده، وميسي موجود ويخسروا 4-0، وميسي موجود يخسروا 4-0. فالكره مش مضمونه في حاجه. الكره مش، ما حدش يتكلم عن الكره ان الكره دي محطوطه في جيبي وعبي وبتاعتي، ده كلام لا مؤاخذه ملوش، هو ده بقى اللي ملوش علاقه بالكوره. يعني فكره المضمونه دي ده ملوش علاقه بالكوره. الكوره غادره ومستحيله. يعني انا اتفرجت مره الاهلي خسر كاس مصر، مش عايز اقول لك الاهلي ضاع 20 جون، 20 جون منهم اجوان بقى، يعني الخطيب حط كوره تخيل مشيت قدام الجون
لحد راح دخل العرضه البعيده خبطت في صوبه في حصايه ما تفهمش ايه اللي حصل، قام تلف وطلع بره، واول كره تتشاط على الاهلي جت جول. ايوه صح نشوف. فما حدش يجي يقول لك، والفرق بين مستوى الفرقتين بقى كان بين السماء والارض. هو في حد في الدنيا كان يتوقع ان ليستر سيتي ياخد الدوري الانجليزي؟ ياخده من مين؟ هو ده السؤال، من مين؟ عمالقه في الدوري الانجليزي، من مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وليفربول، وتشيلسي، وارسنال، وتوتنهام. بالظبط. لما تيجي تقول لي ليستر سيتي اقول لك مين ليستر سيتي؟ لما تيجي تسال اقول لك مين ليستر سيتي؟ فما حدش. واحمد حسام يوميها قال لك انا هحلق شعري خالص لو سيتي، لو ليستر خد الدوري. اه لا ده خد الدوري وحلق شعري. اظن في جاء زي ما حضرتك بتقول ما فيش حاجه مضمونه في الكوره. في لاعب شهير انجليزي عمل كده، انه قال حذر بالملابس الداخليه لو، وظهر في البرنامج بملابسه الداخليه لو ليستر خد الدوري. لو ليستر خد الدوري واجبروه انه يطلع بملابسه الداخليه في البرنامج، بس مش فاكر اسمه دلوقتي. فده حصل. فانا ما حدش يتكلم عن ان في حاجه مضمونه في الكوره تحديدا، مضمونه في الكوره، ولا اما ما كانش في فرقه في الدرجه الثانيه تاخد الكاس. بالظبط. سواء كاس انجلترا او كاس فرنسا او كاس ايطاليا مقاولين او مقاولين خد الكاس، كاس مصر في الدرجه الثانيه او في الدرجه الثانيه وبالكابتن العظيم حسن شحاته. بالظبط. يعني عايز اقول الكوره فيها العجب، واللي يتصور ان في حاجه في الكوره، اصل في الكوره مش واحد واحد سوى واحد سوى اثنين، ده الكلام ده واحد زي واحد قبل المباراه، داخل ال 90 دقيقه واحد واحد تبقى ثلاثه، واحد زائد واحد تبقى صفر. مفيش حاجة محسوبة. انت وحظك ايه اللي هيحصل داخل ال 90 دقيقة؟ فجأة تلاقي مستوى اللعيبة عندك ارتفع جدا أو وقع جدا. صح. وبتحصل في كل، على فكرة، بس طبعا عندنا احنا أكثر تغيرا في العالم، بتحصل مرة في مباراة في شوط، احنا عندنا أكثر، بتحصل أكثر لأن المنظومه منضبطه شويه في الحفاظ على المستوى، لان ما فيش خارج الملعب اللعيبه بتعمل حاجه. لا في حاجات كتير اساسا عندنا، يعني في حاجات كتير اساسا عندنا عايزه تتظبط. لكن تعالى اكلمك برضو على جزئيه حسين الشحات. وحسين الشحات الناس قالت كله بدا يقول بقى رد كام. شايف ايه اللي احنا فاكر احنا قلنا مع بعض انا وانت عن حسين الشحات لما كانت ناس بدات تهاجمه؟ قلت لك دي مساله وقت. بالظبط انا فاكر مسألة وقت. هو اللي حصل ان حسين الشحات بعد 45 يوم عن الضغط، عن الضغط. ايه اللي حصل؟ تحرر. جه يلعب، تحس ان حسين الشحات تاني، فرجع حسين الشحات تاني سأله بصوت بسيط. لكن هو ما جه في بدايه الشتاء جاي عليك ضغوط ضخمه، والاهلي وضعه ما كانش كويس، والجمهور قاعد مستني، والمبلغ كبير، وناس عملت تقول لك 160 جبت الرقم ده منين، ولا 150 منين، والرقم ده مش صحيح طبعا، و120 لا، وما كانوا قالوا له 120 مليون او 110، الكلام ده مش صحيح. فطبعا كانت الضغوط عليه شديده جدا، والمباريات متلاحقه، ما فيش فرصه استشفاء حقيقي او راحه نفسيه. وانا قلت لك قبل كده في حاجتين مهمين جدا، اللياقه الذهنيه واللياقه النفسيه. ممكن تبقى فت جدا بس مشتت. بس مشتت. بالظبط. لياقتك النفسيه او الذهنيه مش كامله، مش مكتمله. بالظبط. فمش عارف الكوره تديك، وعلى مش هتقدر، لان العضلات بتستجيب لاوامر العقل. طب العقل فيه مشكله، هتلاقي العضلات مخرفه مهنجه. وده تعبير دقيق. اكيد اكيد ده تعبير دقيق. مش تعبير. لا دي حقيقه. دي حقيقة. عضلاتك بتهنج زي ما تدي امر الكمبيوتر يعمل لك حاجه ثانيه او يوم تلاقيه سام. فنفس الشيء لله. وحتى مع المدربين، انت ما تمارس ضغوط على مدرب، ده مدرب سيء، ده مدرب حمشيه، ده مدرب زي ما بيسمعش الكلام، ده مدرب عنيد، ده مدرب متنايل ب60 نيله. عندنا مشكله. ايه اللي حصل بقى؟ فالمدرب يهنج منك في وسط السيزون. عندنا مشكله كبيره جدا يا زميل، عايزك برضه تقول رايك فيها، ان احنا دايما هنا بنحكم في البدايات، ما بنستناش شويه. طبعا لا احنا عجولين. انت اقول لك حاجه، دي موجودة في مصر. طب خلي اللاعب يلعب ثلاث مباريات كويسين ورا بعض، هيبقى أحسن لعيب في العالم، ونرشحه إنه هياخد جائزة ذهبية. بالظبط. طبعًا. وعلى فكرة
اعلاميين او صحفيين او جمهور ما بيدو اللاعب المحترف بمعنى كلمه الاحتراف اللي هو لعيب كويس هو الذي يلعب بمستوى ثابت 80% من مبارياته بالظبط. ده انا بكلمك كمان مش في الكوره مرتفع زبيل. احنا عندنا مشكله في كل ثابت مرتفع 80% من مبارياته في كل الكوادر في كل المجالات ان احنا دايما بنتصدر بقى اول 3 مباريات من 34 دي مش 10% اربع مباريات 10 11% اما يجي يلعب امتى اقول عليه ان اللاعب ده كان 80% 34 مباراه انا بتكلم عن 26 مباراه اذا لعب بالزبط. 26 مباراه بمستوى ثابت في الدوري اقول لك هذا لاعب عظيم جدا والسيزون الطبيعي والسيزون الجاي نفس طب هو مش في لعيبه بتلعب سيزون وتختفي بعد كده اقول لك ما فيش بعد كده تحصل حتى في الاوروبا صح فاحنا عندنا احنا عجولين في الحكم وعجولين في الغضب وبنهد ناس كتير جدا زميل بنقتل ناس كتير جدا في التسرع في الحكم عليها يعني طبعا. لسه لو لعيب مثلا لسه طالع لعيب او مدربين ايا انا ده كان في كل المجالات خلي بالك مش في الكوره بس او في الرياضه بس ده في كل المجالات لو قست كده دايما بالنظره الاولى بنحكم على شخص معين لازم نتأنى شويه لازم ادي فرصه لحد هو ما يبان على حقيقته بالظبط امكانياته ايه بالظبط لان انا اعرف ده في اقول لك حاجه حتى في الناشئين ما في لعيبه في الناشئين بتكسر الدنيا والعكس اجر يكبر ما لقهوش والعكس او العكس بالظبط لعيبه في الناشئين عادي واول ما يلعب انا احتجته ما استغنيتش عنه فاحتجته في ماتش انا عندي 20 مصاب فلعبته اكتشف حاجه ثانيه خالص ف يعني اقصد اقول ان ده متغيرات بتحصل في كره القدم طول الوقت بالظبط ولازم نعالجها يعني قبل ما يعني مش عايز اسيبك غير لما تقولي رايك في المنتخب مدرب منتخب اجنبي مصري هو طبعا الرئيس النهارده قال ان المدرب هيبقى مصري وقال لي احنا مش يعني مش هنتعاون مع مدربين اجانب هو طبعا انا في مدربين مصريين كويسين ما حدش يقدر ينكر هذا على الاطلاق من كام بالعدد انا رايي مش كتير قوي ما مش هقول عدد عشان ما ليه؟ لكن مش كتير قوي لسبب جوهري التدريب في مصر بيعتمد على خبره الشخص وانه فرجته على المباريات لا هو في دراسات نظريه كتير ومتغيره وتكتيكات مدربين بيقولوها انا اول مره اسال حضرتك سؤال وتحاول تروح مني فيه لسبب انا بحترم الناس وانا بحترم الناس جدا وبحترم بس اكل عيش بس الناس. لازم وبحترم اكل عيش الناس لان ده اكل عيش بس احنا بنتكلم الناس خلي بالك ما هم فاهمين والناس عارفين على فكره الناس عارفه انا اقصد ايه وبتكلم على فكره الجمهور المصري ذكي جدا قوي مستوى ذكائه زاد كمان الكروي كمان او الرياضي اتفضل فانا عايز مدرب مصري يجيد لغه اجنبيه يطلع على تكتيكات النظريه اللي موجوده في الكتب الاجنبيه جنب شوف وشوفها بتطبق ازاي وعندي وعايز مدرب يبقى عنده استعداد انه يسافر بره ويحضر فترات اعداد يشوف المدربين بيوصل للتشكيله السحريه ازاي يتفرج على اداره المباريات الصعبه لان احمد مش زي الحاج احمد بره مش كده لان احنا في تغييرات كثيره بتحصل عندنا وتعمل نتائج كويسه وفي تغييرات تعمل نتائج يعني انت وحظك طب حضرتك بتؤيد المدرب المصري في بعض الحالات في بعض الحالات يعني انا عندي حسن شحاته كسب الاهلي والزمالك بالمقاولين يعني كسب الاهلي في الكاس بغض النظر ان الاهلي لعب بدون حارس تمام لان بان بقى كفاءته اكتر ليه لما كسب الزمالك في السوبر تمام وكسب بنتيجه كبيره تمام اما جه لعب مع مصر كمدرب مصر عمل صحيح عنده معاه جيل عظيم
لكن احسن كوره لعبتها مصر في تاريخها انا شفتها مع الكابتن حسن شحاته. بالرغم من كده في ناس طلعت قالت لا ده كان مش عارف ايه و... لا كلام مهلبيه بقى لا مؤاخذه. انا في النهايه شفت بص ياخد بطوله مره تمام، لكن لما ياخد ثلاث بطولات متتاليه وانا في الدرجه الثانيه اخد بطوله كاس واكسب اهلي وزمالك في حاجه كويسه يعني. يبقى انا لا مؤاخذه يعني اي حد يتكلم عني اقول له انت مهلبيه عشان انا خايف بالظبط كده، اقول له انك مهلبيه انت مهلبيه يعني ده كلام زي يعني في ناس متخيله نفسها عبقره في التنبؤ والبتاع وهي اصلا يعني اما مسكوا فرق او كانوا بيدربوا كانوا بيعملوا نتائج مهلبيه. أنا دايما بستمتع بالحديث معاك ودايما بتشرفني وبتنورني وبحب جدا حواراتك، وإن شاء الله أشوفك قريب جدا بإذن الله يا حبيبي. أستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي الكبير الأهلاوي الجميل بشرف، شكرا جزيلا. أهلا بيك وأهلا بجمهورك. ربنا يخليك. دي كانت فقراتنا معاك، وكان معايا كابتن ربيع ياسين وكان معايا الكاتب الكبير الأستاذ نبيل عمر. إن شاء الله أشوفكم بكرة على خير، ودايما بتشرف بيك وبستمتع معاكم. شكرا جدا لحضراتكم.